ازيك يا اولاد؟ ازيك يا زياد؟ الحمد لله. عشان يا اندرو قعدت سهران لغاية الساعة 3 الصبح عشان خاطر مع المهندس اللي بيعمل السايت الجديد على النت. بعمل سايت عشان خاطر المهندسين هنا زي الزفت، فبعت بعمل سايت عند مهندس في امريكا كده، فراجل هم عندهم بالنهار وانا عندي بالليل، ففشخ دماغي يعني. ربنا يصلح الحال ان شاء الله اولاد. بس الله، انت عارفين يعني السايد ده انا اللي مصبرني عليه ان هو يبقى حاجة يعني قوية جدا جدا ليكو، يعني عليه مثلا 12,000 سؤال للبكالوريوس بالاكسبلانيشن بتاعهم، وحوالي 4-5 آلاف سؤال بتوع الام ار سي اس بالاكسبلانيشن بتاعهم، واحط الفيديوهات كلها عليه. اي طالب عايز اي حاجه في اي وقت يدوس على الفيديو يشغله بدون مواعيد وبدون محمود وبدون اي حاجه في الدنيا. هو المكتبه فيها كل الحاجه، تخش تدوس عليها تتفرج عليها في اي وقت انت عايزها. بس طبعا الحاجه لا بتاخد وقت وبتاخد مجهود بس ربنا يصلح الحال ان شاء الله، لما تكمل بتبقى جميله ان شاء الله. وعشان خاطر الناس العرب اقدر اوصل لكم برضو الكتب اونلاين، يعني برضو منظومة يعني قوية طبعا يعني، بس بتاخد وقت يعني. ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح الحال. آمين يا رب، آمين يا رب. تعافي يا زياد، الواحد لما بيقعد يتعب في الحاجة كده وبعدين يلاقيها تكمل، لا بيبقى إحساس جميل والله. فربنا يا رب يصلح الحال يا رب ويكمل على خير. ذاكرت الكرونيك بروستاتايتس يا زياد ولا لسه؟ ذاكرت يالا كرونيك بروستاتايتس ولا لسه؟ يالا طمني. تعرف يا زياد، التسجيلات دي ان شاء الله هسيب فيها الحتة دي مش هشيلها، فهتبقى معروف في كل الدفعات ان انت زياد بتاع كرونيك بروستاتايتس، اللي ما كانش قادر يقرا الكرونيك بروستاتايتس. فتكبر بقى لا تعجز كده، وبعدين ايه يبقى انت تقول مثلا حد انا الدكتور زياد بتاع كرونيك بروستاتايتس، فاهمني؟ هتبقى معروف خلاص، هو ده تخصصك. حتى يعني انا رايي تتخصص مسالك كرونيك بروستاتايت. اخي بصوا كده يا اولاد، بيقلب كده البرزنتيشن، بيقلب البرزنتيشن يا اولاد. حلو، خير. نيوروفايبروما هي عبارة عن تيومر في النيرف، يعني مثلا دي نيرف فايبر، دي نيرف سيل، وده أكسون، ودي نيرف سيل، وده أكسون، ودي نيرف سيل، وده أكسون. أنا ما بتكلمش بقى على النيرف سيل، أنا بتكلم على الأكسونز. الاكسون دي بيبقى عليها خلايا كده بتعمل مايلين اسمها شوان سيل، وبين الشوان سيل دي في عقد كده بيقولوا عليها نودز اوف رانفير، يعني بين كل شوان سيل وشوان سيل فراغ كده بيقولوا عليه نودز اوف رانفير. وبعدين بين كل اكسون واكسون في كونكتيف تيشو كده اللي هم يقولوا عليها اندونيوريوم، اللي هم يقولوا عليها اندونيوريوم، يعني الكونكتيف تيشو دي يقولوا عليها اندونيوريوم، ودي يقولوا عليها شوان سيل، ودي نودز اوف رانفير. فانا لو خدت مقطع كده، لو خدت مقطع كده يبان لي ان النرف ده فيه اكسونز كده، ادي الثلاثه اهو، والاكسون دي حواليها مايلين، والاكسن دي حواليها مايلين شوان سيل، وبعدين بقى كونكتيف تيشو، بعدين كونكتيف تيشو. لو الورم طلع من شوان سيل هسميه شوانوما، ولو الورم طلع من الاندونيوريوم هسميه نيورو فايبروما. يعني الموضوع ده في بيدرس حاجتين، شوانوما ونيورو فايبروما. الشوانوما البرزنتيشن ديسبلاي كتاب الدكتور تيبل، دكتور الشاشة مش على البرزنتيشن ديسبلاي، يعني مش فاهم يعني ولا. حاضر، شيل سكرين. حاضر، نيو شير،
كده قلب بتبدل كده بتبدل تمام حلو. طيب كنا قلنا ان بين الاكسون كونكتيف تيشو اللي هو الاندونيوريوم، لو الورم طلع من الاندونيوريوم هنقول عليه نيورو فايبروما، لو طلع من الشوان سيل هنسميه شوانوما. هو ده موضوعي، هو ده موضوعي، النيورو فايبروما والشوانوما. يعني ده ورم من النيرفز، سواء كانت كرينيال نيرفز او سباينال نيرفز، يعني يا اما من السباينال كورد يا اما كرينيال نيرفز. الحقيقه ان الشوانوما كومن في الكرينيال نيرفز، واشهر شوانوما فيها اللي هي الاكوستيك نيوروما اللي هي على الايتس كرينيال نيرف، دي اشهر شوانوما. يعني والشوانوما اكتر على الكرينيال نيرف، كانوا كير على السباينال طبعا، لكن هي اكتر على الكرينيال نيرف، واشهرها على الاطلاق هي الاكوستيك نيوروما. النيوروفايبروما اشهر على السباينال نيرفز، اشهر على السباينال نيرفز، ولذلك هم يقولوا ان في نيوروفايبروما وفي شوانوما، بس هو في الاخر في الاخر النيوروفايبروما اكتر على السباينال نيرف والشوانوما اكتر على الكرينيال نيرفز. طب هم ما بيقدروش يقولوا الكلام ده صراحه، لا، لان النيوروفايبروما ممكن تحصل في كرينيال والشوانوما تحصل في سباينال، لكن this what's common. بس هو ده موضوع. الميلانوسايت بتاعت الجلد بتاعت السكين، يعني احنا اخدنا البيزال سيل لاير وفي خليه كده كبيره اسمها ميلانوسايت اللي بتعمل الميلانين، فلما خدنا السكين مالجنانسي كان الميلانوسايت دي جايه من نيورال كريست. امبريولوجي مختلف عن الجلد، امبريولوجي مختلف عن الجلد. الميلانوسايت دي كان جايه من نيورال كريست، ولذلك مشهور قوي ان الناس اللي عندهم همرتوما في النرف يجي لهم همرتوما في الميلانوسايت اللي هم يقولوا عليها كافيه اولي باتشز، قهوه باللبن، كافيه اولي باتشز اللي هي قهوه ايه باللبن. سبب وجود الكافيه اولي باتشز مع النيوروفايبروما ان النيوروفايبروما جايه من النرف، والميلانوسايت جايه من نيورال كريست، فهي همرتومة مع بعض، همرتومة كده مع بعض. طبعا كلمة همرتومة يعني نورمال تيشو، نورمال تيشو في نورمال سايت بس مال ارنجد. يعني الميلانوسايت نورمال تيشو وجودها في الجلد نورمال سايت، امال ايه اللي حصل؟ مال ارنجمنت، مال ارنجمنت، يعني اتجمعت مع بعض كده وعملت الكافيه اولي باتشز، اتجمعت مع بعض وعملت. هي دي كلمه همرتوما، همرتوما يعني لخبطه في النورمال تيشو. عشان كده همرتوما فيها حاجتين نورمال، نورمال سيلز في نورمال سايت، امال ايه الابنورمال بقى؟ مال ارنجد، نورمال تيشو في نورمال سايت مال ارنجد. فاهمين؟ فده النيورو ايه؟ فايبروما. ممكن حد يجي له سوليتاري نيورو فايبروما، يعني النيرف كده اولاد يجي عليه نيورو فايبروما، فهو كشخص جاي لي عنده نيورو فايبروما هنا على النيرف ده وعنده وقفيه اللي باتش كبيره كده، فانا اخدت بالي ان السويلنج ده نيورو فايبروما منين؟ من الكافيه اللي باتشز. طب وخدت بالي ان السويلنج ده نيرف ازاي؟ بيتحرك اكروس النيرف مش الونج قاعده الرقاصه. ان احنا لو عندنا لونجيتيدنال ستراكشر كده عليه سويلنج، فالسويلنج بيتحرك اكروس مش الونج، فاهمين يا ولاد؟ فهو ده ايه النيورو فايبروما، بيتحرك اكروس مش الونج لانه على نيرف يعني، ولما اتك عليه يدي تنجلنج ونمبنس. يعني الكاركتر اوف نيرف سويلنج ان هو فيرم، بيدي تنجلنج ونمبنس لما اتك عليه، وبيتحرك اكروس النيرف مش along it not along، يتحرك اكروس النيرف not along. ولذلك ايه هي دي الكاركتر اوف نيرف سويلنج، هي دي الكاركتر اوف نيرف سويلنج. ده بالنسبه للايه للنيورو فايبروما. ممكن حد يجي له نيورو فايبروما واحده، ممكن حد تاني يجي له كذا نيورو فايبروما، يعني يبقى عامل زي النجفه
يبقى عامل زي النجفة، مليان نيرو فايبروماس كده، يبقى عامل زي النجفة زي الكريستالات كده. ده بيقولوا عليه فون ريكلينج هاوسن ديز، فون اللي هو باشا، ريكلينج هاوسن يعني الباشا رجل البيت، الباشا رجل البيت، فون ريكلينج هاوسن الباشا رجل البيت. الفون ريكلينج هاوسن ده بيبقى عنده مالتيبل نيورو فايبروما وكافيه اولي باتشز، وساعات بيبقى ممبر في من تايب 2 بي. احنا خدنا المين ده في الثايرويد، وقلنا ان العام بيجي له ميدلري كارسينوما وفي كروموسايتوما. من تايب 1 يبقى ميدلري كارسينوما وفي كروموسايتوما وهايبر بارا ثايرويديزم، من تايب 2 ميدلري كارسينوما وفي كروموسايتوما، خلي بالكم بقى، ونيورو فايبروما. عشان كده ما بيجي لنا واحد عنده مالتيبل نيورو فايبروما كده بنفحص رقبته، نفحص رقبته ندور على ميدلري كارسينوما ونقيس له الضغط، نقيس له الضغط اللي هيبقى عنده فيه كروموسايتوما. يعني اللي عنده مالتيبل نيورو فايبروما ده لازم بنفحص رقبته ولازم نقيس له الضغط. سيبل سندروم، ايه ده يا شيرين ده؟ ايه الطقطقه دي؟ سيبل ده نيورو فايبر اللي هو المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1، مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1. بس يعني ايه كلام بالانجليزي وكحاجه جميله الحقيقه. والواد زياد فين؟ انا بقالي حصتين كده مش شايفه في ال... ايه يا زياد كنت فين يلا؟ نايم؟ طيب يا حبيبي. يعني النيورو فايبروما دي مالتيبل نيورو فايبروما وكافيه اولي باتشز وفور ريكلينج هاوسن ديزيز ومالتيبل اندوكراين نيبليزيا تايب 2. المالتيبل اندوكراين نيبليزيا دي في منها نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 على كروموزوم 17 وتايب 2 على كروموزوم 22. واحلى حاجه ان في تايب 2 ان على كروموزوم 22 وهو اوحش بروجنوزيس، يعني البروجنوز بتاعه وحش قوي. ليه بقى؟ بيبقى مليان اكوستيك نيوروما، يعني في شوانومس كتير قوي، وفي نيورو فايبروما في الايريس بتاعته. يعني بنعرف تايب 2 ده من نيورو فايبروما في الايريس، وبيبقى مليان اكوستيك نيوروما، مليان اكوستيك نيوروما. ولذلك المالتيبل نيورو فايبروما تايب 2 اخطر من المالتيبل نيورو فايبروما تايب 1. بيعرفوا المالتيبل نيورو فايبروما تايب 2 من النيورو فايبروما في الايريس. طب وسر خطورته ايه؟ ان في اكوستيك نيوروما، لازم في اكوستيك نيوروما، والاكوستيك نيوروما بتخلي النيورو فايبروما اخطر لانها بتاثر على الودن والاتزان، عشان الايتس كرينيال نيرف، فبتاثر على الودن والاتزان. طبعا لو حد عنده نيورو فايبروما واحده عايز يشيلها ما عنديش مانع اشيلها يعني، انما لو حد عنده مالتيبل نيورو فايبروما let the patient to die in peace not in pieces، ودي قاعده. لو حد عنده مالتيبل نيورو فايبروما let the patient to die in peace not in pieces، فاهمين على هذا ولا لا؟ ولذلك المالتيبل نيورو فايبروما يعني النيورو فايبروما بصفه عامه موضوع سهل. اللي صعب في النيورو فايبروما بقى، يعني احنا قلنا ان النيورو فايبروما ده ورم في الكونكتيف تيشو اوف ذا نيرف، ولو جه في الشوان سيل بنقول عليه شوانوما، وانه ممكن يجي كرينيال نيرفز او سباينال نيرف. الكاركتر بتاعه انه بيبقى الونج النيرف، بيتحرك اكروس النيرف مش الونج، ويدي تينجلينج ونمبنس. ده الكاركتر. الاسوشيشن بتاعه كافيه اولي باتشز، ممكن يبقى سنجل نيورو فايبروما وممكن يبقى مالتيبل نيورو فايبروما. المالتيبل نيورو فايبروما فيه تايب 1 وتايب 2. تايب 2 على كروموزوم 22 لانه تايب 2 اخطر. ليه اخطر؟ عشان الاكوستيك نيوروما. طب بيعرفوه ازاي؟ من نيورو فايبروما في الايريس، بيبقى عنده نيورو فايبروما في الايريس، فاهمين على ده؟ دايما عيان النيورو فايبروما كونسيدر من تايب 2، فنقيس له الضغط ونفحص رقبته، نقيس له الضغط ونفحص رقبته، لان احنا وي هاف تو كونسيدر من تايب 2. تيومر لايك ماس، كلمه لايك دي يا اولاد لان الناس بتبص للنيورو فايبروما
على انها مرطومه اكتر، عشان كده يقولوا عليها تيومر لايك ماس، فاهمين ولاد؟ لان هم بيبصوا لها على انها مرطومه اكتر منها ورم يعني. ممكن تبقى سوليتري وممكن تبقى مالتيبل، اللي هو الفون ريكرينج هاوسن ايه ديزيز. في بقى شويه انواع كده رير قوي ولكنها رخمه، دي تدرس على السلايد. انواع رير، رير رير بالانجليزي ورخمه بالعربي، ودي بتدرس بقى ايه على السلايدز يعني. نيوروفايبروما اوتوزومال دوميننت ديزيز تايب 1، ده كروموزوم 17، بيعمل نيوروفايبروما اللي هي بتدي تينجلينج ونامبنس وكافي اولي باتشز، وفي كروموسايتوما، وممكن تكون جزء من من تايب 2 بي، من تايب 2 بي، فاهمين يا لاد؟ السبيشال كاركتر، سبيشال كاركتر انكريز انتراكرينيال تنشن، ده بسبب الاكوستيك نيروما. يعني البلط والاندوكراين نيوبليزيا دي اللي هي تايب 1 اللي هو على كروموزوم 17 بيبقى معاه مالتيبل نيوروفايبروما. شايفين دي الساعات بتدلدل اولاد، بتبقى عامله زي الكريستالات كده، بتدلدل بتبقى عامله زي الكريستالات، وشايفين في وسط النيوروفايبروما يعني دي كبيره شويه، بعد شويه هتكبر اكتر هتبقى كده، وبعدين في بطشه كبيره كده الكافيه اللي باتشز عليه، لان النيوروفايبروما احنا بنعتبرها هامرتوما، والكافيو ليه باتشز هي هامرتوما في الميلانوسايت اللي جاي من نيورال كريست، فاهمين لاد؟ بيبقى معاها كافيو ليه باتشز وبيبقى معاها في كروموسايتوما، عشان كده لازم نقيس له ايه الضغط. لو في اكوستيك نيوروما هيزود الانتراكرينيال بريشر. تايب 2 ده على كروموزوم 22، خطورته الهاي اسوشيشن وذ اكوستيك نيوروما، دي اخطر حاجه فيه. طب بنعرفه ازاي؟ نيوروفايبروما في الايريس، نيوروفايبروما في الايريس، ولانه بيجي له بقى اكوستيك نيوروما وتيومرز في الديورا وكرويد بلكسس. كرويد بلكسس ده اولاد اللي هي بتفرز السي اس اف، سي اس اف بيتفرز بكرويد بلكسس ويتشفط باراكينويد فيلاي، فاهمين يا اولاد؟ اكوستيك نيوروما برضه يا سلمى. يعني اكوستيك نيوروما بتحصل في تايب 1 وتايب 2، بس تايب 2 بتبقى اكتر، وكمان ممكن يجيله من انجيوما، وكمان ممكن يجيله تيومر في الكرويد بلكسس. فزياده عدد الاورام جوه سي ان اس بتخلي تايب 2 اخطر من تايب 1، يعني زياده عدد الاورام في سي ان اس بتخلي تايب 2 اخطر من تايب 1. بنعرف ازاي تايب 2 ده؟ من نيوروفايبروما في الايريس. طبعا هعمل ديفنس اوفر تايب عشان الايتس كرينيال نيرف اللي حصل فيه اكوستيك نيورو، يعني هو خطر ليه؟ عشان اكوستيك نيوروما، وطبعا والاورام اللي في السي ان اس. طب بنعرفه منين؟ من النيوروفايبروما في الايريس. طب هو تايب 2 على كروموزوم كام؟ 22، لانه تايب 2 يبقى 22. نيجي للحاجات السخيفه في الموضوع، ان ساعات النيوروفايبروما تيجي في السكالب وتعمل زي بلكسس كده، شايفين عنده ضفيره، عنده ضفيره، فيقولوا عليها بلكسي فورم نيوروفايبروما. الحقيقه صوره معبره قوي يا اولاد، يعني صوره معبره قوي، وهي جايه في السكالب ومتضفره بالطريقه دي، فالناس يقولوا عليها بلكسي فورم نيوروفايبروما. الحقيقه الانجليز شاطرين في الانجليزي. في نوع تاني بيخلي الجلد يتخن ويدلدل كده، يعني لما نبص النص ده ونص ده نحس ان هو عفريت او صوره هيزي، هو الجلد بيبقى تخن قوي ودلدل. فكلمه تخين باللاتيني يعني باكي، وكلمه سيل يعني كيس، اصل لما بتتخن قوي بيحصل جوه سيستيك ديجنريشن، لما بتتخن قوي بيحصل جوه سيستيك ديجنريشن. سيستيك ديجنريشن فين؟ في الدرما، في الدرما، فتبقى الدرما، الدرما الجلد تخن، تخن الجلد بقى باكي وعمل سيل كيس، الجلد بقى باكي وعمل سيل كيس. هو دي الباكي درماتوسيل، زي الماسك اللي بيتحط على الوش فيلم ميشن امبوسيبل، لما كان بيحطوا ماسكات على الوش كده، هي دي باكي درماتو ايه سيل. الحقيقه ان دول لا يمكن هتعرف تحفظهم الا بالصوره، يعني لما تشوف الصوره تعرف فعلا هم ليه بيقولوا عليها بلكسيفورم.
ولما تشوف الصورة دي تعرف إن الجلد تخن ودلدل. حتى أنتوا عندكم حاجة في النيورو اسمها باكي مننجايتس، عندكم حاجة في النيورو اسمها باكي مننجايتس، فاهمينها؟ لا، باكي يعني تخين، باكي باللاتيني يعني تخين، فهي عدت عليكم كلمة باكي دي قبل كده. يعني في نوع من نيورو فايبروما بيعمل كلكوعة كده، سويلنج، كلكوعة كده في الجلدية اسمها ملاصقة. يعني اكيد بتوع الجلدية قالوا لكم لما حد يبقى عنده كلكوعة في جلده كده بيبقى عنده ملاصقة. ملاصقة من ايه؟ من الكونكتيف تيشو، الفايبروس تيشو، فيسموها ملاصقم فايبروزم، يسموها ملاصقم فايبروزم، فاهمينها؟ لا، يعني ساعات يبقى في كلاكيع كده اللي هم بيقولوا عليها ملاصقم يعني. والملاصقم ده ماله؟ فايبروزم، فايبروزم يعني بليكسي فورم نيورو فايبروما وباكي درماتوسيل وملاصقم فايبروزم. ساعات يجي في الجلد بتاع الرجل يخليه تخين كده شبه الاليفانتيزيس، بتبقى ديفيوز تايب في الجلد بتاع الرجل، فيعمل حاجه زي الاليفانتيزيس ومعاها كافيه اولي باتشز، يقولوا عليها اليفانتيزيس نيورو فايبروما. العيان ده بيبقى عنده اليفانتيزيس وكافيه اولي باتشز، بيبقى عنده اليفانتيزيس وكافيه اولي باتشز، فيقولوا عليها اليفانتيزيس نيورو فايبروما. هل سبيشال تايبس دي ما تدرسش الا على الصوره؟ ده وجهه نظري يعني. يعني لا يمكن تفهم هم ليه الانجليز قالوا على دي بليكسي فورم لما تشوف المنظر ده، لا يمكن تفهم هم قالوا على دي باكي درماتوسيل لما تفهم المنظر ده، والاحلى انك تحسها، فتحس انها من جوه سيستيك. انت عارفين يقولوا عليها ايه يا اولاد؟ يقولوا انها بتبقى سيستيك وبعدين النيرفز جوه كده، جوه الكيس يعني، حصل ديجنريشن والنيرفز جوه الكيس، فلما تيجي تمسكها تحس بالسنس اوف باج اوف ورمز، احساس شنطه الدود زي الفاريكوسيل، احساس شنطه الدود زي الفاريكوسيل كده، فيقولوا عليها باكي درماتوسيل. فالحاجات دي جميله لما تشوفها، وهي الحقيقه رير قوي، الحقيقه رير قوي، عشان كده صورها هي بتدرس على الصور، ليه الناس قالوا على دي بليكسي فورم وليه الناس قالوا على دي باكي درماتوسيل. ملاصقم دي اعتقد ان بتوع الجلديه قالوا لكم ان اسمها ملاصقم، ودي اليفانتيزيس نيورو فايبروما. النيورو فايبروما فيها حاجه صعبه يا اولاد؟ النيورو فايبروما فيها حاجه صعبه؟ جميل. انت عملت ايه يا زياد في الامتحان؟ انت يالا عملت ايه في الامتحان يالا؟ طب ما بتقولش ليه؟ ما بتكلم، ما بتبعتليش ليه؟ ما بتقول هو انتوا لا بتقعدوا تطفحونا الدم وبعد ما تحلوا ما حدش يتكلم على الواتساب حتى يقول له عمل ايه؟ عيال سيس، فيش الا ندى اللي هي بعتت، بعتت قالت لي هاي دكتور، الامتحان كويس، والزيتي كمان، والزيتي اول ما طلع على طول على طول راح مكلمني في التليفون، اول ما طلع قال لي انا بقيت اسعد وزه في الدنيا. تريتمنت لو سنجل بنشيلها، يعني لو سنجل بنشيلها، لو مالتيبل ليت ذا بيشنت تو داي ان بيس نوت ان بيس. القاعده دي مش في النيورو فايبروما، في النيورو فايبروما وفي اللايبوما وفي الاي اي وفي الاو او، فاهمين؟ لا حبيب قلبي يا يوسف، هو انت رقمك مش معايا يمكن؟ ايوه افتكرت، ذاك يا حبيبي. لو مالتيبل نيورو فايبروما اولاد بيبقى العيان ليت ذا بيشنت تو داي ان بيس نوت ان بيس. بعد كده موضوع اللايبوما، اللايبوما الحقيقه انها موضوع مشهور قوي في الكلينيكال. اللايبوما دي عباره عن اوما في اللايبو، اللايبو الفات سيل، الفات كونكتيف تيشو دي فيها فات كونكتيف تيشو عادي كونكتيف تيشو بس فيها فات سيل كتير لو اقولوا عليها اديبوسايت. كان مشهور قوي انها سيجنت رينج ابيرنس. اشمعنى؟ كان علمونا ان الفات جلوبيولز بتزق السيتوبلازم، فلما تزق السيتوبلازم كده ويبقى كل ده مليان دهن، لما بيجي يصبغوها بالهيماتوكسيلين ايوسين الدهن بيدوب لانه ما بيحط الكحول، الكحول يدوب الدهن، فتبان بقى انها خاتم كده عشان الفراغ اللي كان فيه دهن ده، فتبان ان هي خاتم بفص، فيقولوا عليها سيجنت رينج ابيرنس. احنا بنتكلم بقى على ورم في الاديبوز
كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو ده في الهيستولوجي كان جميل، كانوا اول حاجه يشرحوها لنا لوز اريولار كونكتيف تيشو، ويعملوا لنا شويه كونكتيف تيشو خفيف كده وشويه فايبروبلاست كده من اللي بتطلع الفايبرس تيشو ده، وقلنا ده لوز اريولار تيشو. وبعدين مره يزودوا الالاستين فيسموه الاستيك كونكتيف تيشو، ومره يزودوا الفات سيل فيقول لك فاتي كونكتيف تيشو، ومره يزودوا كوندروسايت فيقول لك كارتريدج، ومره يزودوا اوستيوسايت فيقول لك بون. يعني فاهمين يعني هو نفس الكونكتيف تيشو، بس كل ما نغير الخلايا اللي جوه نغير اسمه. النهارده احنا بنتكلم على اوما في الكونكتيف تيشو اللي فيه فات سيل. طيب وبعدين يعني هيبقى كده في كونكتيف تيشو وفات سيل مديه سيجنترينج ابييرنس، وفي الهيستولوجي كان يقول لنا عايز تشوف الدهن ما يدوبش في الالكول بتاع الهيماتوكسين ايوسين، عايز تشوف الدهن ده اصبغه سودان 3. وبعدين نقول له لو صبغوه سودان 3 يبقى لونه ايه؟ يبقى لونه اورنج. نقول لهم سودان سودان ولونه اورنج، يقول لك اه. والاوزميك اسيد لو صبغته بالاوزميك اسيد يبقى بلاك. فكنا نقول لهم يعني سودان يبقى اورنج والاوزميك اسيد يبقى بلاك، المفروض السودان يبقى بلاك والاوزميك اسيد هو اللي يبقى اورنج. بعدين نلاقيها اتعكست فنفهم ان احنا هنحل الام سي كيو بالشقلوب. كانت ايام جميله في الهيستولوجي، المناهج كانت خفيفه كده وسهله وجميله، يعني انا كان يقراها كده ايه ده جميله، فنقول كليه الطب جميله لغايه ما سحبونا بقى على الكلينيكال ففوجئنا انها مش جميله ولا حاجه وانها فعلا صعبه. فاهمين رد؟ طيب احنا هنعمل ورم هنا، عايزين نعمل موضوع بقى، عايزين نعمل موضوع. نقول لك يلا نقسم، اقول لك يلا قسم يا معلم. يقول لك ممكن تجيب الليبوما دي كده ونزود الفايبرس تيشو جوه ونسميها فايبرو ليبوما، ودي هتبقى فيرم ان كونسيستنسي. ودي قيمتها بقى ان انت لما تبقى في امتحان الكلينيكال تبقى عارف ان مش كل الليبوما سوفت، في ليبوما فيرم. ليه فيرم؟ ليه فيرم؟ عشان هي فيها فايبرس تيشو كتير، فيها فايبرس تيشو كتير فبقت فيرم. فمش كل الليبوما فيرم، ممكن مش كل الليبوما سوفت، يعني دي تتميز بانها فيرم. وبعدين يقولوا لنا ان في نوع من الليبوما كده كونكتيف تيشو وفات سيل وبلاد فيسلز كتير، بلاد فيسلز كتير قوي، فيسموها هيمانجيو ليبوما. هيمانجيو ليبوما ودي بقى لونها بلوش ان كولر. بلوش ليه؟ عشان الاورده معظمها الفيسل معظمها اورده، فبيبقى لونها بلوش ان كولر كده ويسموها هيمانجيو ليبوما. اختلاف في المكونات، اختلاف في المكونات. ساعات الليبوما يعني دي مثلا يقولوا عليها بيور ليبوما، لو زاد فيها الفايبرس تيشو يقولوا عليها فايبر ليبوما، لو زاد فيها البلاد فيسل يقولوا عليها هيمانجيو ليبوما. ساعات الليبوما تبقى فيها نيرف كتير، يعني نيرفس تيشو، نيرفس تيشو كتير كده نيرف، فيقولوا عليها نيورو ليبوما. يعني زي ما تقولوا كده ان الليبوما دي عسل مثلا، فانا ممكن اخد العسل احط عليه طحينه فيبقى عسل وطحينه، ممكن اخد العسل واحط عليه كريم كراميل، ممكن اخد العسل واحط عليه إيه. هو ممكن يحطوا ايه تاني على العسل؟ مثلا ايه يعني؟ كل ما احط حاجه على الليبوما كده يتغير اسمها، كل ما احط حاجه قشطه عسل وقشطه. اسم الله عليك يا سما، عسل وقشطه صح. الله اسامه وسلمى الاثنين على طول قشطه على طول. انتوا بتاكلوا مع بعض ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده الليبوما كل ما يحط عليها حاجه يغيروا اسمها، كل ما يحط عليها حاجه يغيروا اسمها. في تقسيمه تانية ودي الاقوى والاكثر انتشارا، ان احنا نقسم الليبوما تبع مكانها. يعني مثلا ده السكين، وبعدين ده السبكيوتينس فات، وبعدين دي الفاشيا، وبعدين دي المسلز، وبعدين دي البون مثلا والبريوستيوم اللي على البون. فيقول لك لو جت تحت الجلد هسميها سبكيوتينس ليبوما، لو جت تحت الديب فاشيا هسميها سب فاشيا ليبوما،
يعني دي هسميها سب كيتينس لايبوما، وهسمي دي سب فاشيال لايبوما، وهسمي دي مثلا هنا انترا ماسكولار لايبوما، وهسمي دي انتر ماسكولار لايبوما. انتر ماسكولار، انترا ماسكولار يعني جوه المصر، انترا ماسكولار يعني جوه المصر، انتر ماسكولار يعني بين المصر. يعني ممكن لايبوما تبقى بين العضلات، ممكن لايبوما تبقى جوه العضلات، ممكن مثلا تبقى صب بريوستيال لايبوما يعني تحت البريوستيا، فيسموها صب بريوستيال لايبوما. فاهمين على؟ فدي مثلا تقسيمه تبع السايت. مثلا لو بصينا على انتستين مثلا، ميكوزا وصب ميكوزا، وبعدين سيركولار ماسل فايبر ولونجوتيدنال ماسل فايبر وسيروزا اللي هو الفيسرال بروتونيه. فيقول لك لو جت في الصب ميكوزا هنسميها صب ميوكاس لايبوما، لو جت تحت السيروزا هنسميها صب سيروس لايبوما. يعني ادي مثلا مقطع في ده مقطع في الليمب مثلا، وده مقطع في الانتستين مثلا، دي فيرتبري مثلا، دي السباين، وبعدين هنا السباينال كورد كده. فساعات يحصل هنا لايبوما يقول عليها اكسترا ديورال لايبوما، اكسترا ديورال لايبوما. ممكن مثلا الريتروبروتونيال سبيس، يعني ده انسان وده البروتونيوم بتاعه، تحصل لايبوما في الريتروبروتونيال سبيس فيسموها ريترو بروتونيال لايبوما. يعني هي دي تقسيم على المكان، تقسيم على المكان. لما تحصل تحت الجلد يقول على سبكتينس لايبوما، تحصل تحت الفاشيا يقول على سب فاشيال لايبوما، تحصل جوه العضله يقول عليها انترا ماسكولار لايبوما، حصل بين العضلات يسموها انتر ماسكولار لايبوما، حصلت تحت البريوستم يسموها سب بريوستال لايبوما، حصلت تحت الساينوفيال ميمبرين يقول عليها سب ساينوفيال لايبوما، حصلت في الاكسترا ديورال سبيس يقول عليها اكسترا ديورال لايبوما، حصلت تحت السيروزا يقول عليها سب سيروس لايبوما، حصلت تحت الميكوزا يقول عليها سب ميوكاس لايبوما. السؤال الجاي، في وسط الهلومه دي مين الكتير؟ سب كيتينس لايبوما طبعا هي اكتر حاجه، عشان كده هي دي اللي احنا بندرسها جامد. نقول لك انها لزلوزه كده جوه سوفت كبسول، يعني تلاقيها بتلزلز كده في ايدك، ملزلزه كده، سوفت كبسول، سوفت كبسول وزبادي بالعسل يا شيرين. سوفت كبسول كده، يعني تبان لك كانها فلكتويتنج، يعني بان لك كانها فلكتويتنج، كانها سيست، يعني مع انها مش فلكتويتنج فنقول عليها سودو فلكتويتنج. فاهمين على؟ يعني اللايبوما سوفت قوي وجوه سوفت كبسول كده، فبان كانها فلكتويتنج مع انها مش فلكتويتنج، زي ليت الخروف اسم الله عليك يا اندرو. انت اندرو بقى، ويعني ده مجموعه، اندرو والولا حموده وكده، دول مجموعه كده ايه اللي هلا الاوره اللي شافت الدنيا حواليها يعني. وفي بقى شويه العيال الخنافس اللي هم قاعدين كده، تقول لها قشطه وايه، تقول لك عسل وايه، تقول لك وقشطه اني وكده، دي ايه مجموعه ثانيه وهكذا يعني. فاللايبوما ده اولاد بتبقى سوفت كده وكأنها فلكتويتنج كده، فيقولوا عليها سودو فلكتويتنج، سودو فلكتويتنج. وبعدين ماسكه في الجلد فايبرس باند، ماسكه في الجلد فايبرس باند كده، فلما نيجي نحرك الجلد، الجلد يعمل ديمبلنج لانه هو ماسك في الجلد فايبرس باند كده. فلما نيجي نحرك الجلد من عليها او نحركها تحت الجلد، يعني اي حاجه، يعني نحرك الجلد من عليها يعني نحركها تحت الجلد، يوم الجلد يدمبل، يوم الجلد يدمبل. فيقول لك اصلها ماسكه في الجلد ومع الحركه بتعمل ديمبلنج، ماسكه في الجلد ومع الحركه بتعمل ديمبلنج. فهي اشهر واحده، يعني سب كيتينس لايبوما دي اولاد اشهر واحده، اشهر لايبوما سب كيتينس لايبوما، تبقى اورنج ان كلر وحواليها سوفت كبسول ولوبيليتد شويه، مهضبه شويه كده، لوبيليتد شويه كده، مهضبه شويه.
وماسكه في الجلد فايبرس تيشو، فلما اجي اشد الاقيها بتعمل ديمبلينج، ولو جيت افحصها يعني دي سبكتينس لايبوم طريه قوي. فلو انا جيت مثلا اعملها كده بطن ايدي كده في الكلينيكا، تقوم بطن ايدي يغرز فيها، يعني لو زقتها كده ايدك تغرز فيها، ايدك تغرز فيها، فيقولوا على الخاصيه دي انها سليبري، يقولوا على الخاصيه دي انها سليبري، يعني بتتزحلق قدام ايدك، بتتزحلق قدام ايدك، تزقها تقوم ايه تنبعج، تزقها تقوم تنبعج، تنبعج في ايدك كده. عارفين يا ولاد يعني ايه تنبعج؟ عارفين يعني ايه تنبعج؟ يعني ايه تنبعج يا شيرين؟ تتفعس. يعني تتفعس قدام ايدك. استنى انا كنت عايز اعرف شيرين هتقول لي ايه؟ تي دنت؟ اعمل لها جوجلنج يا شيرين، اعمل لها جوجلنج. دنتنج، تمام، فاهمينها؟ لا يعني لما بنيجي نتك عليها كده بتنبعج قدام ايدي، فاقول على سليبري، عشان كده هي ماسكه في الجلد فايبرس باند، ماسكه في الجلد فايبرس باند، يقول لك بتعمل ديمبلينج، ولما اتك عليها، لما اتك عليها تبقى سليبري، لما اتك عليها تبقى سليبري. الحقيقه ان السبكتينس لايبوما دي اهم حاجه في الكلينيك، يعني اهم حاجه في حاله الكلينيكال بتاع السوري، هي دايما بتبقى سبكتينس لايبوما. وبيقول لك انت ليه رايك انها سبكتينس لايبوما؟ فانت بتقول له انها بناين تيومر، بقى لها فتره طويله قوي عند العيان، بقى لها مثلا 8 سنين فهي بناين تيومر. وبعدين ليه اخترت من وسط البناين تيومر لايبوما؟ لانها سوفت انكونسستنسي وماسكه في الجلد، يعني سوفت انكونسستنسي، وسبكتينس لانها ماسكه في الجلد فايبرز باند بتعمل ديمبلينج، والايدج بتاعها سليبري. اول ما تقول له سليبري دي يا اولاد بتلاقيه عمال يتهز في ايدك كده، تقولش ازازه بيبسي واتفتحت، يقول لك برافو ليه سليبري؟ تقول له لانها سوفت قوي، فلما بتك عليه يا دكتور بتنبعج، لما اتك عليها بتنبعج. ات السودو فلكتويتنج، ات السودو فلكتويتنج، وبتنبعج معايا وانا بتك عليها. فلما بتقول له انها سودو فلكتويتنج وبتنبعج، بينبسط قوي. فاهمين يا ولاد؟ عشان كده يا ولاد بحب قوي تعرف انها سودو فلكتويتنج وبتنبعج وماسكه في الجلد فايبرس باند. سودو فلكتويتنج وبتنبعج وماسكه في الجلد فايبرس باند. فاهمين يا ولاد؟ مثلا الانترا ماسكولار لايبوما. طبعا السب ميوكاس لايبوما دي خطر جدا يا ولاد، لان السب ميوكاس لايبوما دي ممكن تعمل انسسبشن. يعني الجسم يفهم السب ميوكاس لايبوما دي انها سويلنج ويبدا الانسسبشن، فدي خطر جدا. لو في اللارنكس تعمل سترايدور، لو في الانتستين تعمل انسسبشن وانتستاينال اوبستراكشن. الاكسترا ديورال لايبوما دي خطر جدا، تضغط على السباينال كورد، تضغطش على البرين، يعني ات از فيري رير انها تحصل في البرين. الاكسترا ديورال سبيس بتاع البرين ما فيهوش فات سيل، يعني رير قوي يعني، انما لما بتحصل بتضغط على السباينال كورد. فمن هذا الاكسترا ديورال لايبوما دي بتضغط على السباينال كورد، فاهمين على ده؟ والسب ميوكاس لايبوما بتعمل انسانال اوبستراكشن، والريترو بريتينيال لايبوما بتقلب مالجننت، تقلب لايبوساركوما. عشان كده يقولوا على دول يا اولاد دينجرس تايبس اوف لايبوما، يقولوا على السب ميوكاس لايبوما والاكسترا ديورال لايبوما والريترو بريتينيال لايبوما، يقولوا عليها دينجرس لايبوما، دينجرس تايبس اوف لايبوما. والريترو بريتينيال لايبوما دينجرس، لان ات مايت تيرن مالجننت، وفي ناس بتقول ات از مالجننت فروم ذا ستارت، ودي مشكله وسخه كده في الكلينيكال. ساعات تقول له ات مايت تيرن مالجننت يقول لك ايه، تقول له ات از مالجننت فروم ذا ستارت يقول لك ايوه كده، امال ليه بتقول لي تيرن مالجننت؟ تقول لك يعني في بعض الناس بيخشوا في الراوندات يقولوا تيرن مالجننت، وبعض الناس بيقولوا مالجننت فروم ذا ستارت، وانا حضرتك من كتر ما بحضر اتلخبطت والله. فاهمين؟ فهي نقطه يعني سخيفه، عامله زي الجاستريك ألسر، لما ناس تقول لك ان الجاستريك ألسر ماي تيرن مالجننت، وناس تقول لك لا الجاستريك ألسر مالجننت فروم ذا ستارت، خناقه وسخه انت مالكش دعوه بيها، انت كطالب مش عارف حاجه خالص اصلا، يعني لا لايبوما ولا جاستريك ألسر عشان تخش في مهاترات يعني. فاهمين يا ولاد؟ فهي ايه بس دي حاجات من الحاجات اللي هم يقولوا عليها dangerous types of lipoma. مثلا من الحاجات الظريفه قوي في الموضوع ده برضه يا ولاد،
لما اجي اقول لك مثلا ايه الفرق بين انترا ماسكولار لايبوما ومثلا انتر ماسكولار لايبوما، تقول لي دي جوه المصل ودي بره المصل. اقول لك كويس، تعرف ازاي؟ تقول لي الانترا ماسكولار لايبوما دي مصل سويلنج، مصل سويلنج يعني تيومر في المصل، تيومر في المصل، فبيتحرك اكروس المصل مش الونج ات، ولما العضله تنقبض يبقى فيكسد يعني موفز ان وان دايركشن اكروس المصل. هي قاعده الرقاصه، ادي الرقاصه اهي وادي رجليها اهي وادي وسط الرقاصه اهي، فايه الرقاصه لما ترقص هترقص كده اكروس المصل مش الونج ات، فاهمين؟ لا، ولو شديت الرقاصه تبقى فيكسد، لما العضله تنقبض تبقى فيكسد، ده لانها جوه المصل يعني. انما دي لو العضله دي فريلي موبايل، مالهاش دعوه بالمصل خالص، دي فريلي موبايل، بس لو العضله انقبضت تبقى مور برومننت لان دي سوبرفيشال. دي لو العضله انقبضت تبقى ليس برومننت لانها ديب. فالانترا ماسكولار لايبوما ليميتد موبيليتي، ليميتد موبيليتي ليه؟ ليميتد موبيليتي لانها جوه المصل، ولما المصل تكونتراكت تبقى فيكسد، لما المصل تكونتراكت تبقى فيكسد يعني هي ليميتد موبيليتي، ولما المصل تكونتراكت تبقى فيكسد لانها جوه المصل، جوه المصل. لكن دي سوبرفيشال للمصل او ديب للمصل، فهي فريلي موبايل، فريلي موبايل مالهاش دعوه بالمصل خالص. ولما المصل تنقبض يا تبقى مور برومينانت يا ليس برومينانت، تبع هي سوبرفيشال للمصل ولا ديب للمصل. فدي حته تانية من الحتت اللي هم يعني يحبوا يناقشوا فيها الطالب. يعني انا لو وانا معاهم يعني، انا لو جوه الامتحان مثلا وبعدين بسأل الطالب انت بتقول لي ليه ده سبكوتينس لايبوما، يعني ليه انت بتقول لي كده؟ فهو بيقول لي انا رايي انها بناين تيومر لان بقالها 8 سنين مثلا، ورايي ان البناين تيومر دي لايبوما لانه فيري سوفت ان كونسيستنسي، مهلبوزه مهلبوزه، والمهلبوزه دي مهلبيه على بلوزه، فاهمين؟ لا، فهي سوفت انكونسيستنسي. طيب ومثلا ليه بتقول لي انها سبكيتينس؟ بنقول انها سبكيتينس عشان هي ماسكه في الجلد فايبرس باندز، ودي النوع الوحيد اللي بيمسك في الجلد فايبرس باند هو السبكيتينس لان يعني تحت الجلد، وسليبري ايدج، سليبري ايدج بتنبعج وسودو فلكتويتنج، يا لهوي فايبرس باند وسودو فلكتويتنج وبتنبعج سليبري، ده انت فظيع مش طبيعي. فمني ويقعد يقول لك بقى، طب وتقول له طب ايه الانواع الثانيه مثلا؟ يقول لك انترا ماسكولار وانتر ماسكولار. تقول له طب هم مش شبه بعض في السبيلنج، ايه الفرق بقى بين انترا ماسكولار وانتر ماسكولار؟ فلقيت الطالب خط بيقول لك الانترا ماسكولار جوه المصل لكن الانتر ماسكولار بين العضلات. تقول له طب انت كلينيكال تفرق بينهم ازاي؟ تقول له ده مصل سويلنج لكن ده مش ماسك في المصل خالص، ده فريلي موبايل لكن ده ليميتد موبيليتي، ولما المصل كونتراكت بقى طب انت عايز منه ايه تاني؟ عايز منه ايه تاني؟ فاهمين على كرتون الكوكاكولا وزع في اللجنه، في طالب بيتكلم بالانجليزي، بعرف منين انها ماسكه في الجلد بفايبرس باند، بشد الجلد، بشد الجلد كده يا ندى الاقيه بيعمل ديمبلنج. والله يا ندى انا مسحتها والله، بس انا لسه شارحها يا ندى، ان انا لو جيت اشد الجلد من عليها اعمل له بنشنج الاقيها ماسكه في الجلد فايبرس باند. الانتر ماسكولار لما المصل كونتراكت تبقى مور برومينانت او ليس برومينانت، تبع هي سوبرفيشال للمصل ولا ديب للمصل. لما المصل كونتراكت تبقى مور برومينانت او ليس برومينانت، تبع هي سوبرفيشال للمصل ولا ديب للمصل. سهل الطب يا اولاد، سهل سهل. يعني مثلا من ضمن الحاجات برضه الظريفه في موضوع اللايبوما دي، ان انا اسالك ايه الكومبليكيشن بتاع اللايبوما. الحقيقه ان السبكيتينس لايبوما اللي هي كومن قوي اللي انتوا هتشوفوها في الامتحان دي ملهاش كومبليكيشن، عشان كده احنا ما بنشيلهاش. احنا بنسال عن هي شكلها مضايقك؟ قال لك اه شكلها مضايقني، شيلها. قال لك لا هي شكلها مش مضايقني، شكلها مضايقك انت؟ انا مالي مضايقني ولا مش مضايقني، طالما شكلها مش مضايق انا هسيبها. هي ما بتعملش كومبليكيشن، هي ما بتعملش كومبليكيشن، وبالتالي انا هشيلها لو مضايقه العيان، شكلها مضايق العيان، فاهمين؟ امال ايه السؤال بتاع ايه الكومبليكيشن في لايبوما؟ بيسالك على الدنجرس تايبس، بيسالك على الدنجرس تايبس، ان الريتروجريتال لايبوما بتقلب مالجننت او مالجننت فروم ذا ستارت، وان السب ميوكاس لايبوما بتعمل انسسبشن، وان مثلا
السب ميوكاس لايبوما والاكسترا ديورال لايبوما والريترو بروتونيال لايبوما اللي هي الدنجرس تايبس اوف لايبوما. هو بيسالك ايه الدنجرس تايبس، بس ما يسال بعد بدل ما يسالك ايه الدنجرس تايبس اوف لايبوما بيسالك ايه كومبليكيشنز اوف لايبوما. فاهمين على طبعا ممكن يحصل فيها هيموريدج وانفكشن، بس ده فيري رير يعني، ذا اكستريملي 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 رير ان يحصل فيها هيموريدج وانفكشن. فهماني؟ والسريشن الكلام ده مروان رير جدا رير جدا يعني، ومجزومة دنجرس رير جدا ما بتحصلش يا مروان، فيري رير يعني فيري رير. هو لما بيسألك ايه كومبليكيشن اوف لايبوما تبدأ كلامك بالدنجرس تايبس اوف لايبوما، وبعد كده هرتل كلامك يبدأ بالدنجرس تايبس اوف لايبوما وبعد كده تبقى تهرتل. لا شفتها في لجنة يعني، في مرة واحد كان بيمتحن طالب فبيقول له ايه كومبليكيشن اوف لايبوما، فقال له هيموريدج وانفكشن، فالتاني مسك السيجار بتاعه وقال له ايه هيموريدج انفكشن، I have never seen a case of hemorrhage in lipoma or infection in lipoma. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ فهو الواد معرفش، الواد بقى معرفش هو الواد شاطر ولا عبيط يعني. لو حد شاطر ما بيبدأش بالرير يعني، دي حاجة معروفة، العيال الشاطرة فاهمة انها ما بتبدأش كلامها بالرير، وانها مش بتخوف الاكزامنر، انت مش بتخوفني طز فيك انت ما تعرفش حاجة تهبل. فاهمين؟ احنا بنبدأ بواتس كومن وبعدين نقل على الانسيدنس. فاهمين؟ فانا ما اعرفش ولا شاطر ولا، بس الواد افتكر جار كان عندنا في المتحف فيه هيموريدج في لايبوما لدرجه ان هم شالوه وحطوه في المتحف يعني. فاهمين؟ فقال له احنا عندنا جار في المتحف، فالراجل فكر شويه كده وسكت يعني، بس هو حظه انه لقى الاجابه يعني. فاهمين ولا؟ كويس انه ما طفش السيجاره فش. فاهمين ولا؟ فانتوا لما حد بيتكلم انا بيتكلم بواتس كومن يعني، فهيموريجي انفكشن السريشن كان الكلام ده فيري رير اكستريملي رير. فاهمين انا؟ مثلا في حاجه كده برضو ظريفه في موضوع اللايبوما ده، مثلا مفصل، انتوا عارفين المفصل بيبقى متحوض بهيالاين كارتريج اللي هو كاوتش العربيه، وبعدين ساينوفيال شيس كده اولاد، ساينوفيال شيس كده كيس مليان فلويد لتسهيل الحركه، كيس مليان فلويد كده لتسهيل الحركه وعشان ياكل الكارتريج يعني، ساينوفيال فلويد ده لتسهيل الحركه واكل الكارتريج. وبعدين كبسونه من هنا وكبسونه من هنا، فيبقى المفصل اتعشى يعني. ساعات حد يجي له سب ساينوفيال لايبوما. السب ساينوفيال لايبوما ده ايه؟ جوينت سويلنج. شوفوا لما بيجي في الركبة دي البوبليتيا الفوسا، يعمل سويلنج كده في البوبليتيا الفوسا شبه السم من برينوسا سبيرسا، بس السم من برينوسا سبيرسا سيست، لكن اللايبوما دي سوفت سويلنج سوليد. فدي مثلا سب ساينوفيال لايبوما شبه السم من برينوسا سيست او السم من برينوسا سبيرسا. سمي من برينوساس دي البرسة دي مخدة مخدة الفلويد بتاعت الجوينت اسمها ساينوفيال ممبرين، ومخدة الفلويد بتاعت العضلة اسمها برسة. يعني مخدة الفلويد بتاع العضلة اسمها برسة اللي هي بتلين حركة العضلة، واللي انتوا تعرفوا منها الانر برسة والريديال برسة والبرسة بتاعت الميدل ثري فينجرز. فكلمة برسة دي يعني كيس سوائل. ساعات في بتاع سيمي ممبرينوسس بيكبر كده ويحوش في الليود، فيقولوا عليها سيمي ممبرينوسس برسة، التهاب في البرسة وحوشت في الليود. يقولوا عليها اكسيديشن سيست يعني التهبت البرسة وحوشت في الليود، فيقولوا عليها سيمي ممبرينوسس برسة. لكن اللايبوما هنا بتبقى سوليد يعني. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طبعا دلوقتي لو حد غدا عامله لي علامه استفهام، ما اعرفش هي عامله علامه استفهام على ايه بالظبط، لكن لو هي كده فاضل لغدا ان السيمي ممبرينوسس ده اسمها عضله في الفخذ من ورا اسمها سيمي ممبرينوسس، فهي عليها برسه، فساعات البرسه تلتهب وتجمع في الليفر فتعمل حاجه اسمها سيمي ممبرينوسس برسه.
ساعات لما حد بيجي له ماراتيزم في المفاصل، في مفصل الركبه، الجوينت الكبسوله بتاعت الني جوينت تتفرقع، يقوم الساينوفيال ممبرين يبوظ كده، يعمل زي دايفرتيكلم، زي دايفرتيكلم الساينوفيال شيس، فبيعمل سيست في النص كده، بيقولوا عليها بيكر سيست، بيقولوا عليها بيكر سيست. بيكر سيست في النص، لكن السيمي ممبرينوسا سبيرسا على الجنب كده، السيمي ممبرينوسا سبيرسا بتبقى على جنب البوبليتيا الفوسا، لكن البيكر سيست في نص البوبليتيا الفوسا. البيكر سيست دي مراتزم في المفاصل، البيكر سيست دي مراتزم في المفاصل، في مفصل الركبه. فالمراتزم كالكبسونه، المراتزم اللي في المفاصل، انا بشرح اولاد والله لو التمريض يفهمني، المراتزم اللي في المفاصل كالكبسونه بتاعه الجوينت، راح السايلوفيال ممبرين باظ وعمل دايفرتيكلا. ولو في حد خنفس روماتيك انفلاميشن اوف ذا ني جوينت، this leads to tear of the capsule and herniation of the synovial membrane from the capsule and this is called Baker cyst. دي في نص البوبليتيال فوسا. قول الله شوف ازاي. قول الله كمالتها ايه يالا. قول الله ايه. قول الله ايه يالا. قول الله ايه سلطانية. قول الله سلطانية. صح ولا لا؟ تمام. طب هو لو حد عنده سبكيتينس لايبوما هتعمل ايه؟ يعني ممكن اسيبها ما تعملش حاجه، بس لو شكلها مضايقه هشيلها. طب لو واحد عنده 500 لايبوما مالتيبل لايبوماتوزيس هسيبها. قاعده في المالتيبلستي ليت ذا بيشنت تو داي ان بيس نوت ان بيسز، اللي تبقى كومبليكيتد اشيلها، اللي تبقى كومبليكيتد اشيلها. يعني في قاعده في الجراحه كده، حاجه سنجل ممكن اشيلها، فاهمني؟ حاجه مالتيبل هشيل اللي تعمل كومبليكيشن، اللي تبقى بروبلوماتيك، اللي تبقى بروبلوماتيك، اللي عامله كومبليكيشن هشيلها، غير كده لا. فاهمين على ده؟ لا. احكي لكم على حاجه ثانيه برضو في اللايبوما. اللايبوما ده اولاد ايه، موضوع جميل جميل، من اجمل الموضوعات في الحكاوي. يعني ساعات كده ايه، بنت فيكو تلاقي مامتها جالها على المنوبوز كده، جالها مالتيبل سويلنج بتوجعها في رجليها كده، فتفهم انها هي كمان لما تكبر هيجي لها مالتيبل سويلنج في رجليها بتوجعها كده. دي حاجه اسمها اديبوزا، اديبوزا ديلروزا. اديبوزا يعني دهن، ديلروزا يعني بيوجع، فده دهن بيوجع. ووصف واحد اسمه ديركم فقالوا عليها ديركم ديزيز. فدي حاجة كده ايه ظريفة برضو، يعني لو واحدة فيكم لقت مامتها على المنوبوز كده بدأ يجي لها كلاكيع دهن كده بتوجعها، فاهمين يا ولاد؟ واحدة دهونها وجعاها، يعني واحدة دهونها وجعاها، بظبيس دهن كده بتوجعها، دي اسمها اديبوزا ديلروزا. اديبوزا يعني دهن، ديلروزا بتوجع، او ديركم ديزيز على اسم اللي وصفها. فهي بس اهميتها ايه، انها تفهم ان هي كمان لما تكبر تبقى قرب المنوبوز هيجي لها اديبوزا ديلاروزا من امها، هي هيجي لها اديبوزا ديلاروزا من امها. تحصل في الستات دايما، الستات على المنوبوز كده بيري منوبوزا. خلصت حواديت اللايبوما، ما فيهاش حواديت تاني. خلي بالكم بقى ان اللايبوما شوفها لونها اورنج ازاي ان كلر. احنا الدهن بتاعنا لونه اورنج زي دهن البقره، زي دهن الجاموسه. دهن الجاموسه لونه ابيض، انما دهن البقره لونه اورنج كده. فاحنا دهننا دهن اصفر زي لون ايه، دهن البقره. وبعدين في فايبرس تيشو 6 كده، فايبرس تيشو 6 وكبسوله رقيقه كده حواليها. وبعدين لو مسكناها في ايدينا كده لقاها بتبصبص كده، بتبصبص زي اللي هي وسودو فلكتويتنج، فاهمين يا رد؟ ولو خدناها تحت الميكروسكوب فحصناها بالهيماتوكسي اليوسين هنلاقيها سيجنت رينج، ولو بالسودان 3 هنلاقي الفات اورنج، ولو في الاوزميك اسيد هنلاقي الفات اسود. في منها سبكيتينس لايبوما، في منها صف فاشيا لايبوما. اي والله صحيح، احنا ما اتكلمناش على الصف فاشيا. وفي منها انتر ماسكولار او انترا ماسكولار لايبوما، وفي سب ميوكاس لايبوما، وفي صبري اوستيا لايبوما. صبري اوستيا لايبوما دي بون تيومر، زيه زي اي بون تيومر بنعرفه بالام ار اي. وفي اكسترا ديورا لايبوما،
يعني الصبري اوستالايبوما ده بون تيومر، العام بيجي لك عنده وجع ورم في عظمه، تعمل له اكس راي مش شايفه لانه دهن، بس لما تعمل له ام ار اي بتعرفه، فاهمين؟ فده الصبري اوستالايبوما، ده تحت البريوستيوم بتاع العظمه، وده بون تيومر. يعني الصبري اوستالايبوما ده بون تيومر. الصف فاشيا اللايبوما ده ولاد عليه كلمه كده ظريفه قوي، ان هو بيحصل دايما تحت الابنيوروزيس بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس، بيحصل تحت الابنيوروز بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس، يعني هو تحت الفاشيا فيسموه صف فاشيا، بس لانه بيحصل تحت التندون بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس انتوا بتفتكروا ان هو اسمه صف فاشيا، هو من صف فاشيا، هو صف فاشيا، هو صف فاشيا لان هو تحت الديب فاشيا، هو صف فاشيا لان هو تحت الديب ايه فاشيا، فاهمين على ده؟ وافيرم شويه انكونسيستنت، يعني من ضمن لانه مضغوط زي كاوتش العربيه، فبقى فيرم شويه انكونسيستنت كده. في سب ساينوفيال لايبوما تحت الساينوفيال ميمبرين اللي قلنا الديفرنشال دياجنوز بتاعتها بيكر سيست وسيمي ميمبرينوسا سبيرسا، وفي ريترو بريتونيال لايبوما ودي دينجرس، مي تيرن مالجنانت او مي بي مالجنانت فروم ذا ستارت، وفي سب سيرس لايبوما، وفي لايبوما جوه الغدد، يعني ممكن لايبوما مثلا في الثايرويد، لايبوما في الباروتيد، بس دي حاجات رير لدرجه ان احنا ما بندرسهالكوش، يعني نحصل لايبوما جوه غده يعني دي حاجه رير قوي. لدرجه ايه؟ لدرجه ان احنا خلصنا باب السليفري جلاند وخلصنا باب الثايرويد، ما تسمعش على اللايبوما في الثايرويد ولا لايبوما في الباروتيد، لانها حاجات فيري رير. ساعات بيبقى في لايبوما كده في السوبرا ستيرنال نوتش، هنا يقولوا عليه السبيس بتاع السوبرا ستيرنال نوتش ده يقولوا عليه برونز سبيس، برونز سبيس، فاهمينها؟ لا يعني احضرني في الامتحان هنا، كان عندنا واحد من الاساتذه ما بيحبش الكوسه، ما بيحبش حد يوصي على حد، بالذات لو حد اصغر منه اللي بيوصي، لكن لو حد اكبر منه كان ممكن يرعيه، انما لو حد اصغر منه بيوصي ما كانش بيحب هو الحكايه دي. ففي مره كان بيمتحن واحد طالب، وبعدين جه واحد اصطاب من الاصطاب بيوصي عليه، بس هو اصغر منه يعني، قال له انت شايف ان هو شاطر يعني اديله فول مارك، انت شايف ان هو شاطر؟ طب انا هساله سؤال واحد، لو جاوبه هديله الفول مارك. قال له ساعات في لايبوما بتحصل سوبرا ستيرنال كده، السبيس ده اسمه ايه؟ فالاب بص له كده ما جاوبوش يعني. فالاستاف اللي بيوصي عليه قال له انا ما اعرفهاش. قال له انا ما اعرفش السبيس ده يا باشا. بتساله في ايه يعني؟ اذا كنت انا ما اعرف انا جاي اوصي عليه ما اعرف؟ قال له خلاص هسقطك وسقطك. فهي دي مثلا موقف لبرونز سبيس، فاهمين يا اولاد؟ ده موقف من جوه الامتحانات يعني، من السبيس بتاع سوبرا ستيرنال نوتش ده اللي هو البرونز سبيس. سبكتينس لايبوما دي اشهر واحده طبعا، اتاتش تو ذا سكين وسليبري وسوفت وموبايل ولوبيليتد، وممكن تبقى لها بيليكل فتبقى بيدانكيليتد. الصف فاشيا لايبوما في الفور هيد، شايفين ولا شايفين الصف فاشيا لايبوما في الفور هيد؟ ودي اسمها صف فاشيا مش صف فاشيا، وفيرم، وطبعا لانها فيرم ما هياش سليبري، لانها فيرم ما هياش سليبري، وما بتبقاش اتاتش تو سكين لانها مش تحت الجلد، يعني هي الجلد كده ما هياش تحت الجلد، ادي الفاشيا يعني الجلد والفاشيا وهي تحت الفاشيا، فهي مش ماسكه في الجلد فايبرس باند، ففيرم ومش ماسكه في الجلد فايبرس باند. سب ساينوفيال لايبوما دي اللي احنا قلنا انها تحت الساينوفيال ميمبرين، وان الديفرنشال دياجنوز بتاعها البيكر سيست والسيمي ميمبرينوسا سبيرسا، بس السيمي ميمبرينوسا سبيرسا above and medial، لكن البيكر سيست في نص البوبليتيا الفصة، منتصف البوبليتيا الفصة، يعني البيكر سيست عادة بتبقى في نص البوبليتيا الفصة، لكن سيمي ممبرينوسا سبيرسا above and medial، سيمي ممبرينوسا سبيرسا أولاد above and medial. بعدين حتة بقى الانتر ماسكولار والانترا ماسكولار لايبوما، فاهمين لا؟ الانترا ماسكولار لايبوما دي بتبقى ماسكت بالمصل، يعني هي ماسل سولينج، ماسل سولينج. طبعا هنا هو بيتكلم على الانتر ماسكولار والانترا ماسكولار لايبوما مع بعض كده،
فاتكلم عنهم بطريقه وسخه جدا، لان هو حطهم مع بعض وقال قشطه يعني فاهمين. لا طبعا لو هي انتر ماسكولار لايبوما والعضله انقبضت وكانت سوبرفيشال للمصل هتبقى مور برومينن، لو ديب للمصل هتبقى ليس برومينن، انما لو هي جوه المصل هتبقى مصل سويلنج، هتبقى مصل سويلنج عادي بيتحرك اكروس المصل، بيتحرك اكروس المصل، ولما المصل تنقبض يبقى فيكسد، it becomes more firm on muscle contraction وتبقى فيكسد، يعني تنشف وتبقى فيكسد مع المصل كونتراكشن. دي الانترا ماسكولار. معلش على قد يعني لازم انا امسك السلايد بقى والكتاب افصلهم لانتر ماسكولار وانترا ماسكولار، بس ما فيش وقت بقى دلوقتي، انا هعتمد على مستوى الذكاء، وانا شرحته هعتمد على مستوى الذكاء ان في انتر ماسكولار وانترا ماسكولار. صاب ميوكاس لايبوما دي بتبقى في الميكوزا ومدلدله كده، طبعا هي دي اللي ممكن في الانتستين تعمل انسسبشن، لو في اللارينكس تعمل سترايدور. اكسترا ديورال لايبوما بتضغط على السباينال كورد نيفر البرين، تضغط على ما فيش فات سيل في الاكسترا ديورال سبيس بتاع البرين، فهي لما بتضغط بتضغط على السباينال كورد. هنفتح بقى نشيل صاب ميوكاس لايبوما، بنفتح الكبسوله يعني بنفتح بين الترو كبسول والفولس كبسول، بنفتح بين الترو كبسول والفولس كبسول، خش في البلين وفي كليفيتش شايفين، وعاملها زي الترمسه زي الترمسه، شايفينها طلعت ازاي؟ بيبقى بيديكل، فاضل بيديكل بعد ما اطلعها كده، فاضل بيديكل، حتى الراجل ما عملش البيديكل، يكوي البيديكل وطلعها. بخش بين الترو كبسول والفولس كبسول، بخش بين الترو كبسول والفولس كبسول في البلين اوف كليفيتش، بين الترو كبسول والفولس كبسول، واتك عليها كده فتطلع زي الترمسه. فاضل بقى البيديكل اللي تحت ده يكويه بقى، خليه جدع عشان ما يخرش بس، وبعدين بعد ما يكويه كده ويشيلها خلاص يوم ايه البيديكل ده اللي دخل بلاد سبلاي لللايبوما، البيديكل ده ولاد اللي مدخل بلاد سبلاي لللايبوما. بينفول لايبوما، نيورو لايبوما او ديركم ديزيز اللي هو الاديبوزا ديلاروزا، او لو حصل كومبليكيشن، لو حصل كومبليكيشن فيها هيموريدج انفكشن، بس دي فيري رير فيري رير فيري رير هيموريدج انفكشن، لكن هي نيورو لايبوما او ديركم ديزيز، نيورو لايبوما او ديركم ديزيز. ليه بقى الديركم ديزيز ده بيوجع؟ بيقولوا انها اكزايت انفلاماتوري رياكشن في الفاشيا بتاعت الليمب، يعني احنا مش عارفين ليه الديركم ديزيز ده بيوجع، ما نعرفش، بس بيقولوا انها بتاكزايت انفلاماتوري رياكشن في الفاشيا بتاعه الايه الليمب. اللايبوما فيها حاجه ولا؟ يا عبد الله انت ساعات بتسالني اسئله والله العظيم يشيب لهولها الولدان. اي بناين تيومر يا عبد الله بيكبر، بيكبر بالاكسبانشن، فلما بيكبر بالاكسبانشن كده بيكمبرس الانسجه اللي حواليه، فالأنسجة النورمال اللي حواليه اللي كومبريزد دي بنعتبرها فولس كبسول، والكبسولة بتاعت الورم نفسه بنعتبره ترو كبسول، وبقى في بلين اوف كليفيج بين الكومبريزد نورمال تيشو وبين البناين تيومر، زي البيري كاناليكلر فايبرو أدينوما لما بنشيلها بالإنكليشن، لأن ليها ترو كبسول وفولس كبسول، وإن الترو كبسول دي الكبسولة بتاعت الورم، والفولس كبسول دي الكومبريزد تيشو اللي حواليها. وزي الفايبرويد اوف ذا يوترس لما بيكبر بالاكسبانشن وهو ليه ترو كبسول، فيكمبرس الانسجه بتاعه اليوترس، ويبقى بين الانسجه بتاعه اليوترس الكومبرست وبين الورم البناين بلين اوف كليفيج، الكبسوله بتاعه الورم ترو كبسول وكومبرست تيشو فولس كبسول، وبينهم بلين اوف كليفيج، وبنشيلها بالانوكليشن. اكمل لك بقيه المناهج اللي انت عديت عليها يا عبد الله، ما بين نساء وما بين باثولوجي وما بين جراحه، الله يخرب بيت سنينك يا عبد الله يا شيخ حسني يا عبد الله الشهير بالشيخ حسني. وانت ولاد ازاي عفاريت بتعدوا كده من وسط المناهج من غير بيزكس كده، ازاي بتقعدوا تعدوا ما كنتوش تعرفوها؟ والله يا نهار اسود يا ربنا سامحهم يا رب، دي عيال عبيطه بس على وش جواز، هيتخرجوا من غير ترو كبسول وفولس كبسول في البنان تيومر، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا شرحتها كتير قوي، اعمل ايه طيب؟
وشرحت لهم حكايه الترمسه، ان احنا هنمسك الترمسه نفتحها كده قلتهم الترمسه تنط، شرحت لهم حكايه الترمسه، وشرحت لهم ترو كبسول وفوس كبسول، وشرحت لهم حكايه الفيبرويد. على رايك يا اندرو زي ما مصر كده ما فيهاش كورونا، ماشي خلاص ماشي. اشرح دلوقتي يا اولاد موضوع يا مريم، يا مريم حرام عليك يا مريم، يعني انت انا متهيألي ان انت يوم فرحك هتطلبي بريك في يا مريم، وانا بعمل حاجه انا عمال اشرح كلام كله كلام سهل جدا. كلي يا مريم كلي، نادي ماما يا مريم، نادي مريم ماما اقول لها تحط لك الاكل بقك عشان انت يا مريم مش واكله كويس وعندك انيميا. هنشرح دلوقتي يا اولاد ايه، افطاري افطاري يا مريم افطاري، خلي ماما تقعد جنبك تجيب لك طبق فول ورغيف عيش وفحل بصل، وتغمس لك الفول بالعيش تحطه لك في بقك وتقطمي بصلايه وراها، فهماني؟ هتلاقي ريحه بقك كده جميله مفهفهه كده وجميله، وبقيتي متينه يا مريم، مش بسكوته، متينه متينه مثلا. وممكن ناخد ساعتين تقولي لي كمان يا دكتور كمان، ليه مش فاهمه حاجه خالص بعد طبق الفول ده. نرجع لكلامنا يا ولاد، هنتكلم دلوقتي على الايه، الهامرتوما. الهامرتوما دي نورمال تيشو في نورمال سايت مال ارنجيت، يعني ايه؟ يعني لو في بلاد فيسل كده متجمعه في حته مثلا، هي المفروض البلاد فيسل هنا في الجلد مثلا، بلاد فيسل هنا نورمال تيشو، يعني البلاد فيسل دي نورمال تيشو وموجوده في الجلد، دي نورمال سايت، ما الجلد فيه بلاد فيسل، بس هي مال ارنجيت، نورمال تيشو في نورمال سايت مال ارنجيت، هو ده كلمه هامرتوما، نورمال تيشو في نورمال سايت مال ارنجيت. هامرتوما في منها مثلا هيمنجيوما، هيمنجيوما دي الوحيده اللي بنعتبرها ورم، يعني هيمنجيوما دي الوحيده اللي بنعتبرها ورم، ورم، انما الباقي كله بنعتبره فاسكولار مالفورميشن. ليه بقى؟ يعني دي نوع واحد اللي بنعتبره ورم، اوما، اوما بنعتبره اوما، والباقي كله بنقول عليه فاسكولار مالفورميشن، لان النوع ده بيكبر بسرعه قوي، اكبر من معدلات نمو الطفل، فهو ورم في البلاد فيسل لدرجه انه يقولوا عليه ذا كومنست فاسكولار تيومر ان تشايلد هود، وبعد ما يكبر كده بسرعه، بعد ما يكبر بسرعه يخش بعد كده في ريميشن، بعد ما يكبر بسرعه كده اولاد يبدا يخش في ايه، في ريميشن، فاهمين يا رب؟ فهو دي الهيمنجيوما، هي دي الهيمنجيوما. الهيمنجيوما دي يا اولاد عباره عن ورم، ورم بأمرت ايه؟ بأمرت اوما. ورم في ايه؟ ورم في البلاد فيسل. ورم في البلاد فيسل. فهو بيكبر 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 بيكبر، وبعدين بعد ما يكبر كده يصغر 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 لغايه ما يختفي. فحكايه انه بيكبر بمعدلات اكبر من معدلات نمو الطفل دي مخلينا بنعتبره ورم. لكن الفاسكولار مالفورميشن ثابته، ليه؟ لانها بتكبر بتكبر بنفس معدل نمو الطفل، فتبان تبان لعيني انها ثابته، لكن دي تكبر بمعدل اكبر من معدل نمو الطفل، فتبان لعيني انها بتكبر. يا رب تكونوا فاهميني. يعني النوع ده من الهيمنجيوما اللي هم بيقولوا عليه ستروبري الفراوليه، بتكبر 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 بسرعه، بتكبر بسرعه كده اكبر من معدلات نمو الطفل، اكبر من معدلات نمو الطفل، فبتبان انا ورم، ورم ده ورم بيكبر. انما بقيه الانواع ثابته، ثابته ما بتتغيرش، تكبر مع الطفل بنفس معدل نمو الطفل، بطل يكبر تبطل تكبر، فهي بالنسبه لي فاسكولار مالفورميشن مش ورم لانها مش بتكبر. فاهمين على الفاسكولار مالفورميشن؟ فيها لو فلو وفيها هاي فلو، وفي ليمفاتيك مالفورميشن، يعني البلاد فيسل اللي فيها مالفورميشن ليمف، البلاد فيسل اللي فيه مالفورميشن ليمف. الفلو ده كابيلاري وفين، الهاي فلو ده ارتري، الهاي فلو ده ارتري او ارتري فينوس فيستلا. نفهم اكتر نفهم اكتر، هناخد اول نوع الهيمنجيوما. الهيمنجيوما ده اولاد عيل اتولد وليكن بيت مثلا، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، والبيت بقى ايه، بيضه، بيت بيضه،
هو ما فيهاش مشكلة، بعد أسبوعين من الولادة كده تظهر لها فراولة صغيرة قوي، وبعدين تبدأ تكبر تكبر تكبر، فالأم تقول لك يا لهوي البت وشها بيبوظ، البت وشها بيبوظ، فتروح على طول تاخد بعدها جري وتروح للدكتور اللي هو تقول لك يا دكتور الحق البت بنتي البيضة المزة وشها بيبوظ، تقول لها ما تخافيش كل ده هيروح. هي هتفضل تكبر كده لغاية سنتين، بعد سنتين يعني هي هتفضل تكبر كده لغاية سنتين، بعد سنتين هتخش في بلاتو، وبعدين تبدأ تقل 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 تقل، على 7 سنين هتكون راحت خالص، ملهاش أي أثر ملهاش أي أثر. وبعدين تفتح لها أي مرجع عندك توريها منظر بنات من بتوع بره، ها بنات من بتوع بره الأجانب كان عندهم ستروبري مانجيوما وبعدين راحت، فتقول لك ايه ده انا بنتي هتبقى زي دي، تقول لها هتبقى زي دي بالظبط، فهتلاقي الام هدي البت بيضه 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 والبت بيضه وانا اعمل ايه، فاهمين على ده ولا مش فاهمين؟ فهي دي حكايه الاستروبري مانجيوما، احنا بنعتبرها ورم ليه؟ لانها بتكبر بمعدلات اكتر من معدلات نمو الطفل، فبتكبر قدامنا فعلا، بس هي انفليوتنج انفليوتنج هيمانجيوما، يعني بتروح لوحدها سيلف ليميتنج، صار الجاي ورم بيجي لوحده وبيروح لوحده، انا مالي دلوقتي؟ ساعات بيجي على العين يقوم قافل العين، فلو جه على العين وقفل العين كده على العين هيحصل فيها امبليوبيا، المخ هينساها، فبتدخل اشيل الحته اللي مأثره على العين، بس بشيل الحته اللي مأثره على العين، ما تبالغش لان انت بتسيب سكار، الهيمنجوما هتروح من غير سكار، الهيمنجوما هتروح من غير سكار من غير اي اثر، فما تبالغش، احنا هنشيل الحته اللي قافله العين بس عشان العين ما يحصلش فيها امبليوبيا. ساعات تيجي في البق كده وبعدين مثلا في سنه البت مطلعه سنه عماله تغز في الهيمنجوما وتخر، فبشيل الحته اللي بتخر عشان حته كومبليكيتد بس، شيل حتة الكومبليكيتد بس، غير كده ما بشيلش، هي بتروح لوحدها، تشيلها انت ليه وتعمل سكار؟ هي بتروح لوحدها حرام عليك، هي بتروح لوحدها حرام عليك. وبعدين العيال الصغيرين دول اولاد ما فهمش دم اصلا، العيل فيه كنزايه دم 80 ام ال بير كيلو جرام بادي ويت، يعني من 250 ل 300 ام ال بلاد، ده لو خر منك في العمليات هيموت هيموت، ما عندوش دم اصلا العيل ده، ما حدش الولاد يروح حرام عليك، وما حدش يروح يشيل حاجات من دي، هي بتروح لوحدها، ما تبقاش حرامي يعني، هي بتروح لوحدها، فاهمين؟ احنا نشيل اللي هتعمل مشكله، بس اللي هتعمل مشكله هشيلها بس كده. ساعات في واحده كده برضو تبقى كبيره، هيمنجوما كبيره كده لدرجه ان البليتلتس معديه بتبقى انترابد في الهيمنجيوما، فتعمل ثرومبوسايتوبينيا يعني، والبليتلت ماشيه كده عماله تتكسر تتكسر تكسر وتعمل ثرومبوسايتوبينيا. اللي وصف السندروم ده في الاطفال واحد اسمه كذا 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 باخ باخ باخ، لما لقوا باخ وباخ 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 راحوا مسمينه كذا باخ، يعني باخات كتير، كذا باخ باخ وباخ وباخ وباخ، ظهر ان باخ في المانيا دي حاجه جامده، يعني اللي عنده باخ ده عنده حاجه جامده، فواحد حب يسمى ابنه كذا باخ، يعني مش باخ واحد، ده الباخات كلها كذا باخ. بعدين اتجوز مزه اسمها ميريت، اتجوز مخ مزه اسمها ميريت، ميريت دي يعني جميله او صغيره يعني، فحتى في سجاير اسمها ميريت، في سجاير اسمها ميريت، فكذا باخ ده لما كبر هو وميريت وصفوا سندروم اسمه كذا باخ ميريت سندروم، فاهمين يا ولاد؟ ميريت يعني عينة، ميريت ياخ، ميريت ياخ، ميريت يا خاينة. ليه خاينة؟ ما اشتغلت مع جوزها اهو، ده فيلم كان بيقولوا فيه في ميريت يا خاينة. طيب الله، في حاجات كده لا، ده انا نفسي اتفرج على التلفزيون، بقالي كتير قوي ما اتفرجتش على افلام وما عملتش حاجة، وانتوا كده بتسبقوني، يعني مش متعود على كده والله يا ولاد، انا طول عمري بتفرج معاكم على الحاجه واللي انتوا بتقولوه انا فاهمه، يعني اللي انتوا بتقولوه كله ببقى فاهمه لان ببقى متفرج معاكم على حاجات، وبعدين ايه انتوا سابقيني دلوقتي، بديتوا تقولوا حاجات مانيش عارفها،
فاهمني؟ ايوه، هادية زيات، تبعت لي هادية زيات الافلام اللي هم بيقعدوا يتكلموا بيها دي، عايز ابقى قاعد اتفرج عليها. لما اخلصكم بقى كده اولاد، هبقى عامل مثلا 4 5 ايام كده افلام، اتفرج بقى على الحاجات اللي انتوا بتتفرجوا عليها كلها. بس لما اخلصكم ابعت لي الليسته يلا باسمائهم، زي ابعت لي الليسته باسماء الافلام اللي بيتكلموا منها كده، عشان اعرف اتكلم زيهم. شوف يا اولاد، طبعا الهيمانجيوما ده اولاد بيبقى فيها سيلولار بروليفريشن، يعني البلاد فيسل كده، الابيسيليوم بتاع البلاد فيسل بيبروليفريت، بيعمل بروليفريشن كده، فاهمني؟ 70% اوف ذيس ليجن بريزنت ات بيرث، و30% ابيرز في الفيرست يير اوف لايف. يعني ممكن تيجي ديتنج سينس بيرث، ولكن ممكن تبقى تظهر ليتر اون في اول سنه كده، بعد اسبوعين ثلاثه تبدا تظهر. يعني زي ار فاسكولار تيومر ويز انكريز اندوثيليال سيل، يعني فاسكولار تيومر في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيس، يعني فاسكولار تيومر في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيس. احنا بنعتبرها الكومونست فاسكولار تيومر في التشايلد هود، هي كومنست فاسكولار تيومر في التشايلد هود. الانفليوشن يوجوالي ستارت على سنتين، من 5 ل7 سنين بتبقى انتهت خالص، ديسابير كومبليتلي كومبليتلي، 5 7 سنين ديسابير كومبليتلي. الحمد لله اولاد انها بتنتهي في السكول ايج، يعني هي بتنتهي في السكول ايج، فاهمين؟ عشان ما يروحش المدرسه اولاد وهي عندها ستروبري هيمانجيوما، لان العيال الصغيرين اولاد ما بيفهموش. يعني لو عيل صغير لقى حد عنده ستروبري هيمانجيوما كده، انا لو قعد جنبي في الديسك حد عنده ستروبري هيمانجيوما كده وانا صغير، كنت حد العب له في خدوده طول اليوم، يعني ده وضع طبيعي. يعني العيال الصغيرين بيبقى عندها كيريوزيتي، فهو مستغرب ايه ده، فبيقعد يلعب فيها كده، فالولد نفسيته تبقى تعبانه. فمن الحمد لله انها بتنتهي في السكول ايج. بتيجي اكتر في الفيميل البيض، يعني بنت موزه، مش موزه، موزه، فاهمين؟ لا جرو رابيدلي في الانفانسي كده سنتين ثلاثه، وتبدا رحله الانفليوشن 5 7 سنين تبقى انفليوتد خلاص، فاهمين؟ لا النون انفليوتنج دي هناخدها بعد شويه، النون انفليوتنج اللي هي الفاسكولار مالفورميشن دي هناخدها بعد شويه، دي اللي هي في الرجاله قد الستات كده وتبقى نون انفيديو. بص يا ولاد، شايفين الفراوليه دي؟ ماس اوف كابيلاري لايند ويز امبريونيك اندوثيليوم، الامبريونيك اندوثيليوم ده هيتكاثر بسرعه قوي، بتحصل عاده في الوش وبتبقى ريزد والريجلر ولونها احمر. فراوله، اوصف فراولايه ريزد وحمراء والريجلر. بتظهر بعد الولادة بحبة صغيرين، أسبوع أسبوعين كده، فاهمين؟ لاد وبعدين تبدأ الريجريشن، بتبدأ الريجريشن قد إيه؟ سنتين كده، حوالي سنتين، فاهمين؟ وتكتمل الريجريشن خالص على 7 8 سنين، هتبدأ تزيد كده لغاية سنتين تقريبا، تاخد بلاتو وبعدين تبدأ تنزل على 5 7 سنين بتروح. ممكن تعمل ulceration hemorrhage، ممكن تعمل امبليوبيا في العين وبلايندنس، يعني ممكن تروح العين تعمل امبليوبيا وبلايندنس، ممكن تعمل سكوينت. شوفوا ده ولاد، شوفوا دي، هيفضل الواد طول الوقت مركز عينه عليها، ايه دي؟ هتعمل له سكوينت، هيتحول العين، هيتحول من كتر ما هو مركز عليها. فممكن تعمل بلايندنس، ممكن تعمل سكوينت. لو جت في الاوديتري كانال ممكن تسد الودن، طبعا لو جت في الاير واي تعمل اير واي اوبستراكشن، لو جت في الاير واي ممكن تعمل كذا بخ ميريت سندروم اللي هو ثرومبوسايتوبينيا، كذا بخ ميريت سندروم اللي هي ثرومبوسايتوبينيا. بين الاشهر الام انها هتروح. شوفوا ولاد، شوف النونه ده لما كبر شويه، شوفوا، وبعدين لعلمك لما يكبر شويه كده بقى يروح المدرسه ملهاش اي اثر، ولا كانها موجوده. انا متنمر؟ لا مش متنمر يا شيرين، العيل الصغير مبقاش فاهم قوي، هو ايه ده، يعني
فلما بيلاقي منظر غريب كده بياخده، المنظر بياخده، لكن هو مش تنمر. يعني انا مش بيبقى رأيي في اللي قدامي انه وحش، بس رأيي ان في حاجة ظريفة عايز العب بيها، يعني في حاجة ظريفة عايز العب بيها بس، لكن ما بقاش قصدي ان انا اضايق اللي قدامي او ان انا اعمل له حاجة. مش فاهم، ما بقاش فاهم يعني فهمني. يعني كان في ولد في المدرسة كان زميلته شعرها أكرد، وكانت الضفيرة بتقع منها فكان شعرها بيقف كده، فهو كان بيعجبه أول منظر ده، كان بيفكره بالزعافة اللي بيعملوا بيها الحيطة، فهو كان بيعجبه أول منظر ده، فكان بيقعد يطبل لها على الشنطة كده ويقول لها كده شو بتاع. بس هو يعني هو الولد مؤدب وبالناس وكل حاجة، بس هو ما كانش فاهم يعني. فاهمين ولا لا؟ هي لازم أمها كانت تضفر لها شعرها كويس، فاهمين، قبل ما تروح المدرسة. ذا نيو ترند هيت فري كيرلي. كيرلي او تعمله لك كيرلي، يعني لازم الام تبقى روشه كده ومخليه بالها من عيالها يعني. المهم بنعمل اشورنس للام ونقول لها ان هي هتخف. وين ات از نيسيسري تو انترفير على الحته اللي عامله مشكله بس. وين ات از نيسيسري تو انترفير على الحته اللي عامله مشكله بس. فمثلا ممكن ندي استرويد، بيقولوا ان الاسترويد بيسرع، يعني هي بتكبر كده بروليفراتيف فيز وبعدين تمشي بلاتو وبعدين تنزل. لما بندي استرويد وهي طالعه كده تقوم داخله في الانفليوشن، فبيقول لك ان الاسترويد بيسرع الانفليوشن، بيسرع انها تخش في الانفليوشن. ممكن ليزر ارجون ليزر او بلساتايل ليزر، ممكن سيرجيكال اكسجين وده اوحش اوبشن، لكن ممكن الليزر طبعا الستايل داي ليزر كابيلاري مالفورميشن. ناخد 10 دقائق بريك عشان مريم تاكل، ناخد 10 دقائق بريك فراد عشان مريم تفطر، يعني نقول الساعة 2 بالظبط هبدأ، الساعة 2 جاست هبدأ. يلا مريم نادي ماما بقى قولي لها فطريني، يلا جود لك يا ولاد. ازيك يا ولاد؟ ازيك يا مروان؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ناس رجعت يا ولاد ولا مروان بس اللي رجع؟ ربنا يكرمك يا مروان يا رب. ازيك يا اندرو؟ اخبار اللي هي يالا؟ هاي يا ندى، هاي. هنتكلم دلوقتي عن vascular malformation. هنتكلم عن vascular malformation. هو الحقيقة الوحيدة والله أندرو، أنا يعني آخر مرة رحت كبابجي رفاعي كان إيه، والله ده عدى يجي سنة وشوية. أنا برضو نفسي أروح والله، لازم أروح والله، يعني نفسي أروح بس يلا ربنا يصلح الحال. دلوقتي يا ولاد في بورت واين ستين. البورت واين دي يعني واين يعني خمره. دي كابيلاري مالفورميشن. يعني ايه كابيلاري مالفورميشن؟ يعني البلاد سبيسز صغيره كده. ويعني ايه مالفورميشن؟ يعني ديتنج سينس بيرث. لعيني ثابته، هي ثابته لعيني لانها بتكبر بنفس معدلات نمو الطفل، فهي بالنسبة لعيني أنا، بالنسبة لعيني أنا هي ثابتة. فاهمين يا ولاد؟ هي اتولدت بالحجم ده وهتفضل بالحجم ده، لا هتزيد ولا هتقل، هي هتكبر بنفس معدلات نمو الطفل. يعني إيه واين؟ يعني خمرة. يعني إيه بورت؟ البرتغالي. الخمرة البرتغالي لونها بنفسجي سنة كده. استين يعني بقعة، ستين يعني بقع، لان دي الحقيقه مش ريزد عن السطح، يعني مش زي الاستروبري. الاستروبري ريزد، شايفين الاستروبري ريزد ازاي؟ دي مش ريزد، دي ستين بقع. عشان كده اقول عليها بورت واين ستين، يعني كأنه وقع على هدومك خمره برتغالي فعملت بقعه بنفسجي. فاهمين يا ولاد؟ لما بدوس عليها بتبيض، بلاد فيسل، فلما بدوس عليه بيفضي
تبيض اسيبها تملى تاني. اشهر واحده عندها بورت واين ستين اولاد عندنا في شؤون الطلبه كانت واحده اسمها نجاة. فانا قبل ما كنت اشرح الدرس ده كنت اقول للعيال يروحوا شؤون الطلبه يسلموا على نجاة، وبعدين نبدا بقى ايه الدايلما، هي البورت واين ستين دي بتحصل في الرجاله اكتر ولا في الستات؟ في الستات، رغم ان كتاب عين شمس كاتب انها النسبه واحد لواحد، بس كتب كتير قوي بتكتب انها مور كومن ان فيميلز. وبعدين طب هي بتحصل في الستات البيض ولا السمر؟ لا البيض بأمارة ايه؟ نجاة. طب هي بتحصل فيني حتة في الستات البيض؟ في الوش بأمارة ايه؟ نجاة. طب هي سيلف انفيديوتنج، هي بتروح لوحدها؟ لا ما بتروحش لوحدها بأمارة ايه؟ نجاة. يعني ما بتروحش لوحدها بأمارة ايه؟ نجاة. طب احنا بنعالجها ازاي؟ كونزرفاتيف، بنعالجها كونزرفاتيف بأمارة ايه؟ نجاة. يعني ما هو نجاة دي موظفة في شؤون الطلبة في كلية الطب، فلو ليها علاج كنا عالجناها يعني، فهي ملهاش علاج بأمارة ايه؟ نجاة. طب افرض ان نجاة كانت اتضايقت منها، ما نقدرش نعمل لها حاجة الا ليزر، يعني نعمل لها بلساتايل داي ليزر او ياج ليزر، لان نجاة كبيرة، الصغيرين بيعملوا لهم ارجون، ارجون او بلساتايل داي، الكبار بيعملوا لهم ياج او ليزر او بلساتايل داي ليزر. ليه بقى؟ لان الارجون البنتريشن باور بتاعه صغير، لكن الياج البنتريشن باور بتاعه اكتر شويه، الياج البنتريشن باور بتاعه اكتر شويه، فالواحد لما بيكبر جلده بيتخن، عشان كده الكبار يعملوها ياج او بلساتايل ليزر، صغيرين ارجون او بلساتايل ليزر. بلساتايل ليزر فيري سيف يعني. بتبقى يعني الليزر حتى ما بنعمله ما بيتعملش كل ده في جلسة واحدة، بنعمله في كذا جلسة، فدي بتبقى حتة فاتحة ودي حتة غامقة ودي حتة فاتحة ودي حتة غامقة، فممكن تبقى نجاة موزايكو، يعني بدل ما تبقى سادة بنفسجي سادة تبقى ملطش، بنفسجي ملطش كده. عشان كده ايه، هو مش علاج جامد، هو مش علاج جامد، بس لو هي زهقت هنعمل لها ياج، يعني هنعمل ايه يعني، لو هي زهقت هنعمل لها ياج ليزر، فاهمين؟ وهو ده العلاج اللي ممكن نقدمه لها يعني. مشكله البورت واينستين ان انت لما بتلاقي دي رساله ربانيه، مسج، الدكتور بيقراها ازاي؟ بيقراها ان في انتراكرينيال اكستنشن، فلازم يعمل سيت سكان لنجاه، لاكون ستيرج ويبر سيندروم، لازم يفحص رجليها لا يكون فيها ارتيريو فيناس مال فورميشن، عامل لها لوكال جايجانتيزم اللي هو كونجينيتال ارتيريو فيناس فيستلا اللي هو كليبل ترونينيه سيندروم. انا شايف سلمى ما شاء الله ردت على طول قالت لي كليبل ترونينيه سيندروم، شاطره يا سلمى. عشان كده نجات كان لازم نفحص مخها ونفحص رجليها، نفحص مخها عشان الاسترج فيبر ودي خدتها في الرمض، ولازم نفحص رجليها عشان الكليبل ترونينيه سندروم اللي هو كونجينيتال ارتيريو فيناس فيستلا اللي بيعمل لوكال جايجانتيزم، اللي هو الدكتوره طالبه مني ان انا اشرح حاجتين، الجنجرين والكليبل والكونجينيتال ارتيريو فيناس فيستلا، لان هي دي الحتتين اللي انا ما راجعتهمش، مش ما شرحتهمش، ما راجعتهمش، فهشرحهم تاني ان شاء الله، ان في كونجينيتال ارتيريو فينس فيستلا بتبقى موجوده بتعمل لوكال جيجانتيزم في الرجل، والناس اللي عندهم كونجينيتال ارتيريو فينس فيستلا دول ساعات بيجي لهم بورت واينستين، وان هم بيقولوا على الحكايه دي كليبل ترونينيه سندروم، ولذلك نجات لازم افحص مخها ورجليها، نجات لازم افحص مخها وايه ورجليها. بشوفوا البلساتايل داي ليزر في الاطفال برضو بيجيب نتائج لا باس بها يعني شوفوا ده منظر بلساتايل داي، طبعا فيري سيف، عشان كده هو يعتبر ثوره شويه في علاج الهيمنجيوما، فاهماني؟ نيفر ان كروس الميد لاين، يعني عامل زي ما يكون فولوينج النيرف، ترايجيمينال نيرف، فهي بتبقى في ناحيه واحده من الوش، تعديش الميد لاين، فاهمين؟ على قد زي ما كنت رايجين من النيرف في ناحيه واحده من الوش ما بتعديش الميد لاين، فدي بتبقى في الوش في الديستريبيوشن بتاع الترايجيمينال،
ممكن يبقى لها اكستنشن جوه عند المينينجيس اللي هو ستيرج فيبر سيندروم. سالمون باتش دي حكاية صالح لما يفسد، يعني الواد يتولد عنده بينك بطشة بينك كده في الفورهيد، فاهمين على ده؟ لو في الاوكسبوت ما بتبانش، لو في الاوكسبوت ما بتبانش في شعر، بس هي لو في الفورهيد دي بتبان بطشة بينك كده، فهم بيقولوا دي علامة الصلاة، وان الواد اتولد صالح، وان هو الواد ده طالع صالح عشان عنده علامة الصلاة ديتينج سينس بيرث. على سنتين كده، على 2 years بتختفي خالص، فاقول لك الواد صالح فسد. الواد صالح ايه؟ فسد. دي هي دي سالمون باتش. سالمون باتش دي يا ولاد عباره عن بوتشه بينك كده او ريد بلوش، بتيجي في الفورهيد، فالناس بتبص لها على انها علامه صلاه ويسموا الواد صالح. وبعدين على سنتين هي بتروح، فاقول لك صالح ايه؟ فسد. هو دي سالمون باتش. مش عايزك تحفظ حقيره، مش عايزك تحفظ عليها الا كلمه واحده، صالح بيفسد بعد سنه او سنتين. حكايه صالح لما ايه؟ فسد. سيشن ان الكاميرا استرج ويبر بيزود الانتراكرينيال تنشن شويه، وبيعمل صداع. استرج ويبر بيزود الانتراكرينيال تنشن وبيعمل صداع. يعني بعد ما بنخلص خالص العلاج بالليزر ساعات بتبقى النتائج يعني معقولة، بس ساعات بتبقى فيها بطش كده غامقة وبطش فاتحة. يعني ما تبصيش للواد ده لأن ده واحد كان بيعمل بيه دعاية لشغل، لكن مش دايما النتائج كده، ساعات بتبقى حتت غامقة وحتت فاتحة. فبرضو ستيل ما هياش، لو بصينا للجنب التاني من الوش ما هياش حاجة مارفلس يعني، فاهمني؟ فيناس مالفورميشن ده ولاد يعني بلاد سبيسز هنا كبيره. الفيناس مالفورميشن بقى البلاد سبيسز كبيره. كابيلاري مالفورميشن البلاد سبيسز صغيره، لكن الفيناس مالفورميشن البلاد سبيسز كبيره. دي اللي كنا بنقول عليها زمان كافيرناس هيمانجيوما، دي اللي كنا بنقول عليها زمان كافيرناس هيمانجيوما. يعني ده ولاد بلاد سبيسز كبيره كده، فينس بلاد، فينس بلاد، فقولوا عليها فينس مالفورميشن. وليه قالوا عليها مالفورميشن مش اوما؟ مش اوما يعني ليه لغوا كلمه كافيرنس هيمانجيوما؟ يعني ليه مش اوما؟ يعني عشان هي بتبقى ديتنج سينس بيرس وثابته، لا ليها بروليفراتيف فيز ولا انفليوشن فيز، يعني ما فيهاش بروليفراتيف فيز ولا انفليوشن فيز، فهي ثابتة، فهي ثابتة dating since birth وثابتة، ولذلك هي malformation مش ورم. فله لفظ cavernous malformation دي cavernous hemangioma وسموها venous malformation. أشهر أماكن بتحصل فيها في الشفة أو الطنج، فأقول لك بتعمل macroglossia، تخلي الطنج كبير في swelling كبير، أو macrochelia يعني تخلي الشفة كبيرة. هو الفيناس مالفورميشن ده ولاد هيبقى لونه ايه؟ الفيناس مالفورميشن ده هيبقى لونه ايه؟ الفيناس مالفورميشن بيبقى لونه بلوش، تمام؟ بلوش لانه فيناس، فاكيد لونه بلوش يعني، فاهمين على ده؟ وبعدين كومبريسابل، اتك عليه فضي اسيبه يملى، هو ده كومبريسابل بلاد فيسل، بلاد فيسل، فلما اتك عليه فضي اسيبه يملى. فاقول لك ان هو لونه بلوش وكومبريسابل، لونه بلوش وكومبريسابل. طب هو انت لما تلاقي حد عنده فينوس مالفورميشن وماكرو جلوسيا او ماكرو كيليا، ايه المسج اللي ربنا بعتها لك؟ دور في الليفر. يعني المسج بتاعت ستيرج ويبر دور في المخ وفي الرجل، المسج بتاعت الفينوس مالفورميشن دور في الليفر. The commonest site للفينوس مالفورميشن في الانترنال اورجان الليفر، والكومونست تيومر في الليفر الفينوس مالفورميشن، يعني او يعني كومونست مالفورميشن في الليفر الفينوس مالفورميشن، اللي هو كافيرنس هيمانجيوما، اللي هو هم بيقولوا هيمانجيوما بس هو الاسم المفروض ان هو اتلغى، يعني كنا زمان نقول عليه كافيرنس هيمانجيوما.
فاكتر ليجن في الليفر هو الكافيرنس هيمانجيوم، فهمنا؟ لا، وهو لما بنلاقي رساله كده في الجلد بره بنفهم ان دي رساله ربانيه مطلوب مني افهمها، ادور فين جوه؟ ادور في الليفر. السؤال الجاي، طب لو حد عنده كافيرنس هيمانجيوم اللي هي فينس مال فورميشن دي، بعمل ايه؟ ما بعملش حاجه، بتكتله عليها بس كده واثبتها وانضغطها كده. ده بيريليف التنشن ويريليف الاريتابيليتي شويه، وممكن تبقى ثرومبوز. ممكن اعمل انجو، ممكن اعمل انجو واعمل امبولايزيشن للفيدنج فيسل، يعني سيليكون بولز كده امبولايزيشن في الفيدنج فيسل. الفكره مش غريبه عليكم، احنا خدناها كتير قوي، فكره ان انا اعمل انجيوجرافي واعمل امبولايزيشن للفيدنج فيسل وبعدين ابقى اخش اعمل لها اكسجين، فده بيقلل البلاد لوس. او ان انا احقن فيها اسانولامين اولييت او باكريليت سكليروثيرابي، ممكن، لان دي اورده كبيره، يعني دي اورده كبيره انا اقدر احقنها، فانا ممكن احقن اسانولامين اولييت باكريليت، ممكن اعمل ليزر. يعني ممكن تيجي في اللبس، في الشيكس، في الطنج، ممكن تيجي في الفسرة، اشهرها الليبر، دي اول حاجه اشهرها الليبر. الكومنست سايت للفينوس مال فورميشن في الانترنال اورجان الليبر. طبعا ممكن اعمل ارتريوجرافي وده يبقى دايجنوستيك وسرابيتك، لما اعمل امبولايزيشن يبقى دايجنوستيك وسرابيتك. بنعالجها ازاي؟ كومبريشن تريتمنت، ان انا اضغطها كده واثبتها ببلاستر وهي مضغوطه كده، او ان انا احقن فيها سكليروزنت سبستانس باكريليت اسانولامين اولييت، او ليزر ارجون ياج بلساتايل ليزر، او امبولايزيشن واكسجين. يعني امبولايزيشن وتاني يوم الامبولايزيشن على طول اكسجين، تاني يوم الامبولايزيشن اعمل لها اكسجين قبل ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. يعني اعمل لها امبولايزيشن النهارده، اعمل لها امبولايزيشن النهارده، اخش بكره على طول اشيلها قبل ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. فهي دي الاوبشنز في العلاج. يعني هنخش بعد كده على ليمفاتيك مالفورميشن. نخش بقى على ليمفاتيك مالفورميشن، يعني السبيسز، احنا خدنا كابيلاري مالفورميشن اللي هي البورت واين ستين، وخدنا فينوس مالفورميشن، خدنا فينوس مالفورميشن اللي هي اللي كانوا بيقولوا عليها زمان كافيرنس هيمانجيوما. دلوقتي هناخد مالفورميشن، مالفورميشن بس الفيسل الليمفاتيك، فدي ليمفاتيك مالفورميشن سيستيك هاجروما، دي بلاد فيسل بس ليمفاتيكس ليمف فيسل. هي عباره عن ايه؟ ليمف فيسل كده كان المفروض تختفي بس ما اختفتش، يعني هي موجوده من زمان والعيل في بطن امه كان المفروض تختفي فما اختفتش، فبقت ليمف فيسل. الليمف فيسل حاجه مش اب نورمال، ليمف فيسل دي حاجه نورمال موجودة في نورمال سايت، لأن الجلد في الحتة دي المفروض يبقى فيه ليمفاتكس، فهي نورمال تيشو في نورمال سايت بس مال أرينجد، هي كان المفروض الحاجات دي تختفي ما اختفتش. والحقيقة إن مخارج الليمف ضيقة، مخارج الليمف ضيقة قوي، عشان كده ما بتك عليها تبقى بارشالي كومبريسبل مش كومبريسبل، يعني مخارج الدم دايما واسعة، مخارج الدم واسعة، فلما باجي اتك على هيمانجيوما بتبقى كومبريسبل، لكن مخارج الليمف ضيقة، فلما تتك على ليمف فيسل يبقى بارشالي كومبريسبل، عشان كده الفينوس مالفورميشن كومبريسبل، لكن الليمفاتيك مالفورميشن بارشالي كومبريسبل. بارشالي كومبريسبل ليه؟ لان المخارج ضيقه. فاهمين على فاهمين فكره ان الفينوس مالفورميشن كومبريسبل لكن الليمفاتيك مالفورميشن بارشالي كومبريسبل؟ بارشالي كومبريسابل ليه؟ لان مخارج الليمف ضيقه. بارشالي كومبريسابل ليه؟ لان مخارج الليمف ضيقه. فاهمين هذا ولا لا؟ لونها ايه؟ لون الجلد، يعني لو الجلد ابيض تبقى بيضه، لو الجلد اسمر تبقى اسمر، لان الليمف عديم اللون. افكركم علي الليمات، مياه البحر زرقاء ومياه النيل خضراء، لأن مياه البحر تعكس لون السماء ومياه النيل تعكس لون الخضرة على الجانبين، لأن نهر النيل مجرى ضيق، إنما طبعا لو المجرى واسع زي في التحرير هيبقى لون أزرق زي السماء، لكن المياه نفسها عديمة اللون،
فلما تبقى حاجة عديمة اللون بتاخد نفس لون الأنسجة اللي هي فيها، ولذلك لونها إيه؟ لون الجلد. يعني السؤال الجاي، طب وإيه يعني لما حد بيبقى عنده لينفانجيوما شكلها وحش، تبقى في الروت اوف ذا نيك كده باظه شكلها وحش يعني، وممكن تضغط على ستراكشرز في النك، يعني ممكن الاقي ضغط على الريسبيراتوري سيستم فاضطر اعمل تراكيوستومي للعيان، فشكلها وحش. اول حاجه شكلها وحش، تاني حاجه بتلتهب، يعني ما دي لمف فليها كاتشمنت اريا، يعني لو جاله ريسبيراتوري تراكت انفكشن هتلتهب. تدي اكسبانسايل امبلس وسكاف لانها ليها ديب راميفيكيشن في الروت اوف ذا نيك، يعني بتبقى مثلثه كده في الرقبه وليها اكستنشن جوه الشيست كده، فلما العام بيكح بتكبر، فبتدي اكسبانسايل امبلس وسكاف لان بيبقى لها جذور في الروت اوف ذا نيك وداخله على الشيست كده عند الثراسك داكت، بتبقى داخله على الشيست عند الثراسك داكت، فاهمين غلط؟ فبتدي اكسبانسايل امبلس وسكاف، فاهمين؟ يعني مثلا هو دي ده مثلا الثراسك داكت، ودي كانت شويه لمف فيسل كده كان المفروض تختفي، يعني المفروض انها كانت تختفي ما اختفتش، فعملت كيس، عملت كيس، الكيس ده ليه ديب اكستنشن في النك عند الثراسك داكت، فاهمين غلط؟ فلما العام بيكح بتدي اكسبانسايل امبلس وسكاف. يعني هي في الامبريولوجي هي واحنا صغيرين في بطن امنا كانت المفروض انها موجوده، بس المفروض انها تختفي بقى، المفروض انها تختفي، ما اختفتش، فاهمني؟ عشان كده هو سيكوستريشن اوف بارت اوف جاجولار لمف ترانك، جاجولار ساك، يعني اللي هو انت عارفين الجاجولار فين؟ مع جاجولار لمف ترانك، سبكليفيان فين؟ مع سبكليفيان لمف ترانك، بس احنا ما بنشوفوش عشان لمف عديم اللون، فبياخد نفس اللون الانسجه اللي هو فيه، انما الدم بيبقى مزرق شويه فالوريد بيبان. بس هو كل وريد معاه الليمف ترانك بتاعه، الليمف بيمشي مع الفين، الليمف بيمشي مع الفين ما عدا في الجي اي تي بيمشي مع الارتر، لكن الليمف بيمشي مع الفين. ففي حاجه اسمها جاجولار ليمف ترانك، فهو بيبقى ساكولار دايلاتيشن كده في الجاجولار ليمف ترانك، كان المفروض ان هو يختفي بس ما اختفاش يعني. تمام؟ وصلت؟ ترانسلوسن، ات از ذا اونلي translucent swelling في النك. It is the only translucent swelling في النك. cystic hygroma دي the only translucent swelling في النك. cystic hygroma دي أولاد the only translucent swelling في النك. cystic hygroma دي the only translucent swelling في النك. cystic hygroma the only translucent swelling في النك. cystic hygroma the only translucent swelling في النك. أصل هو الليمف مش كلير قوي، مش كلير قوي، تربت شوية كده، عشان كده هو مش transparent، هو translucent بس مش أوبيك، مش أوبيك، هو translucent، فاهمين على ده؟ partially compressible لأن مخارج الليمف ضيقة، مخارج الليمف ضيقة، فبيبقى partially compressible غير الهيمانجيوما. بيدي اكسبانسايل امبلس وسكاف بس نون بالسيتنج، ده مش ارض نون بالسيتنج، لكن لما يكح تدي اكسبانسايل امبلس زي الهرنيا، تدي اكسبانسايل امبلس زي الهرنيا. يعني احنا في الهرنيا دايما ممكن تتسال ايه بيدي اكسبانسايل امبلس وسكاف زي الهرنيا، فتقول له اللارينجوسيل، اللارينجوسيل دي اللي هو السارو هيود من برين باز كده اللي هو عاشق السكس سمير سرور، لارينجوسيل، ممكن نيوماتوسيل، ممكن نيوماتوسيل، مثلا علي، نيوماتوسيل سوبرا بلورال ممبرين ضعيف، يا علي يا علي يا متي علي ردي، اللي هي السيبسون فاشيا، اللي هي السيبسون فاشيا، السافينا فيريكس تدي اكسبانسايل امبلس وسكاف، المينينجوسيل يدي اكسبانسايل امبلس وسكاف، السيستيك هاجروما تدي اكسبانسايل امبلس وسكاف. فدي ديفرنشال دايجنوزيس، ايه سويلنج غير الهرنيا بيدي اكسبانسايل امبلس وسكاف؟ ممكن منينجوسيل، ممكن لارينجوسيل السارة هايد ممبرين، ممكن نيوماتوسيل سوبرا بلورال ممبرين السيبسون فاشيا ضعفت فعماله تبوظ، ممكن امبايما نيساسيتانس، ممكن سافينا فيريكس، يعني يا لهوي لو قال لك ايه سويلنجز ثانيه بتدي اكسبانسايل امبلس وسكاف انت تقول له معاك كسرونه تاخد فيها اسباب؟
في كسرونه معاك تاخد فيها اسباب، وتقوم قايله بقى المينينجوسيل لارينجوسيل لارينجوسيل في اللارنكس، اللارينجوسيل في اللارنكس، سيل في اللارنكس، في السيروهايد ميمبرين. بيجي في الناس اللي بتنفخ في الالات النفخ زي عاشق السكس سمير سرور، نيوماتوسيل ضعف في السيبسوم فاشيا اللي في الثراسك اوتلت فبيبظ مع الحزم، امبايما نيساسيتانس اللي هي الكولر اشتاد امبايما، امبايما نيساسيتانس دي اللي هي الكولر اشتاد امبايما، سافينافيركس سافينافيركس الهرنيا دي سوينج كتير اهي سوينج كتير. هي بتروح لوحدها بالوقت على سنتين بيحصل لها سبونتينيوس ريجريشن، مش كده ما بقربش من الواد لمده سنتين، لو بعد سنتين ما راحتش بحقن فيها ميه مغليه بويلد ووتر عشان تتسلق. عارفين ان هي بتبقى الليمف سايل زي بياض البيض، الليمف سايل زي بياض البيض، لما بسلق البيضه لما بسلق البيضه بتنشف البياض البيض بينشف وممكن تاكله حاجه ناشفه، فانا بسلق الليمف عشان ينشف فاقدر اشيلها، عشان خاطر لو سبت الليمف سايل كده وجيت اشيلها بتفرقع ويطلع الليمف اللي فيه فما بعرفش اشوفها كويس، فانا بسلق الليمف اللي فيها عشان تنشف كده واخش اقشرها. البيضه واللي سلقها واللي قشرها واللي حمرها واللي اكلها، ما بحطش العيل في الكسرونه، بحقن المية المغلية في البيضة، بحقن المية المغلية في البيضة. تعرف يا دي أندرو في ناس بتسلق البيض كده تغلي مية وبعدين تقوم كسر البيضة ورميها في المية، ثم أعتقد بيشيلوا حاجة، ما عارفش بيشيلوا البياض ولا الصفار نسيت، اللي هو البوتشت إيج جدع مروان اللي هو البوتشت إيج، بس أنا ما عارفش بيشيلوا البياض ولا الصفار مش عارف، وبعدين بيقوم رمينه في المية المغلية ما بيشيلوش حاجه ما بيشيلوش حاجه. اعتقد يا مروان انهم ما اعرفش، المهم ان هم لما بيرموها في المايه كده بتنشف بتنشف، فاهمين على قد فادي الفكره ان احنا بنحقن مايه مغليه في يعني شوف اولاد عشان نحقن مايه مغليه في السيستيك هاجروما، قعدنا نتكلم عن البوتش الايج وقعدنا نتكلم عن سليق البيض، وقعدت ادلعك واقول لك البيضه واللي سلقها واللي قشرها واللي حمرها واللي اكلها، ولعبتك شيك على العالي وشوك على الواطي، فاهمين انا؟ فاحنا بنحقن فيها ميه مغليه تقوم تمسك وبعدين اخش اقشرها. طبعا ليها ديب رامفيكيشن، عمليه خطر برضه لا. اشهر كومبليكيشن ليها انها بتعور الفيشال نيرف، ودي انا شفتها بنفسي. يعني كان عندنا عين سيستيك هاجروما وكان بيعمله واحد من اساتذتنا بتوع جراحه الاطفال، ربنا يا رب يمسيه بالخير، وهو كان تنك قوي يعني، هو كان من الناس التنك، هو استقال ومشي يعني، سواء كان تنك قوي يعني، فكان هو مثلا ايه كان بيدلعني بيقول لي هلس، فانا ايه بساعده في العمليه، كان بقالي 6 شهور في النيابه، فكنت بساعده في العمليه، فقال لي فاحنا بنشرح كده حقنا ميه مغليه وبتاع، وبعدين واحنا بنشرح كده لقينا حاجة بيضة، قال لي ايه ده يا هلس؟ فقلت له بيها ما اعرفش انا نايب يعني انا هعرف منين يعني، فرح قطع فبوش الواد اتعوج على طول اول ما قطع، كان الفيشال نيرف، فاهمين على، بس هو مش جراح وحش هو جراح كويس قوي، بس العملية صعبة، العملية صعبة، والانسجة ما بتبانش من بعض يعني، وانت بتعمل لها ايراديكيشن كده ما بتبانش من بعض يعني، الجراحة فيها مشاكل يا ولاد، الجراحة فيها مشاكل، فاهمين يا ولاد؟ عشان هو فاكرها شغت كونكتيف تيشو، تعرف لحم شيرين بيبقى فيها انسجه كده بتبقلل ساعات كده كونكتيف تيشو كونكتيف تيشو، فهو الليمف فيسل ده ايه كونكتيف تيشو، فهو مش عارف ايه ده فقطعه يعني، يعني هي لونها ابيض وكونكتيف تيشو لونه ابيض يا ولاد، جوه العيان لما ما بيبقاش الاناتومي واضح اي حد يغلط يعني، جوه العيان لما الاناتومي بيبقى ديستربد اي حد يغلط يعني، يا ماما ايه؟ هي الجراحة كده واحنا بتوع بطنة ولا بتوع جلدية بنبص ونكتب دواء؟ لا معانا مشرق جوه، معانا سكينة جوه العيان يعني، فاهمين هذا ولا لا؟ عشان كده هو كان دايما مثلا مرة رحت قلت له بيه عايز اخد اجازة، قال لي ليه؟ قلت له عايز اصيف، فكنت عايز اخد اجازة اسبوع عايز اصيف اروح مع اهلي اصيف، قال لي ايه؟ تصيف؟ انت اتجننت؟ انت عارف تقسيمات الناس ولا لا؟
قلت له بيقسموا الناس ازاي؟ قال لي بيقسموهم لناس ونواب. الناس بتروح تصيف، النواب ما بيروحوش الصيف، فانا ما اسمعش منك كلمه اصيف لمده 3 سنين. دوم جميل، خلاص مفيش تصيف لمده 3 سنين، خلاص استاذ سؤال كده، خلاص مفيش تصيف لمده 3 سنين. لا ما هوش ما كانش رخم، لا طبعا ما كانش، هو دمه خفيف وبيهزر وبتاع وتنك شويه، بس ما هوش رخم يعني، ما هوش مالجنت، ما هوش مالجنت، فاهمين على ده؟ شوف سيستك هاجرومه، شايفين منظر الولد دي بيحصل لها سبونتينيوس ريجريشن وزين سنتين، عشان كده ما بحبش نشيلها، لو ما راحتش في خلال سنتين ممكن نروحها نشيلها. احنا ما بنقاش بريدكتنج قوي يعني، غير الهيمانجيوما 50% بتروح و25% بتريجريس و25% بتفضل زي ما هي، غير الهيمانجيوما. الهيمانجيوما ولا بتبقى كومبليت ريزوليوشن، كومبليت ريزوليوشن، لكن دي الكورس بتاعها ما بيبقاش بريدكتابل قوي يعني، 50% منها بيروح، 25% منها بيقل، 25% منها بيفضل ثابت زي ما هو، عشان احنا بنستنى سنتين واشوف هو من انه نوع، حتى على الاقل اخد ميزه انها قلت، وبعد بقى ما تقل لو محقن فيها ميه مغليه وداخل مقشر البيضه، فاهمين يا ولاد؟ عور فيشال نيرف وهو خارج من ستايلو ماستويد فورامين، اصل هي كان ليها ديب رامفيكيشن. نمسك موضوع ظريف قوي، السيرسويد انيريزم ده ولاد ارتيريو فينوس مالفورميشن، هو الحقيقه ارتيريال مالفورميشن يعني سوبرفيشال تمبرال ارتري دايليتد وتورشس كده، فهو في مجمله ارتيريال مالفورميشن، بس بيبقى فيه فيستلا مع الفينز، فبيعمل زي ارتيريو فينوس فيستلا وهايبر دايناميك سيركيليشن وسريلنج في الوش، فمنظر بشع، شايفين يا ولاد؟ يعني هو في مجمله ارتيريال مالفورميشن، لكن في ارتيريو فينوس فيستلا يعني في كوميونيكيشن مع الفين، فبيعمل ارتيريو فينوس فيستلا كده ولاد في منطقه السوبرفيشال تمبرال ارتري، بيعمل ارتيريو فينوس فيستلا كده ووتر هامر بالص، طبعا بيعمل ووتر هامر بالص في الجسم كله، ها مش في الوش، الجسم كله ده ارتيريو فينوس فيستلا، فبيعمل ووتر هامر بالص في الايد، ها زي الارتيريو فينوس فيستلا اللي في الرجل بتعمل ووتر هامر بالص في الايد، لان الجسم كله فيه تاكيكارديا، ويعمل مرمر ماشينري مرمر وبلسيتنج ووتر هامر بلس، بس هو الدم كل ما يوصل الشريان في مراحة الفين وراحة القلب، كل ما يوصل الشريان في مراحة الفين وراحة القلب، ففي باتش بينج بونج بين الدم وبين القلب، القلب يضخ الدم يقوم راجع له الدم، القلب يضخ الدم يرجع له، القلب يضخ الدم يرجع له، تاكيكارديا 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 جامده، ماتش بينج بونج يعني. في الاخر هينهار القلب. ليه يا ولاد في ماتش البينج بونج ده كل ما القلب يبعت الدم يقوم الدم راجع له، كل ما القلب يرجع يقوم الدم، فالقلب عمال يدق 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 يدق، مين ليه القلب بينهار قبل الفيستلا؟ تمام، لان القلب بيستهلك اي تي بي، الفيستلا لا ما بتستهلكش حاجه، ولذلك اللي هينهار القلب، اللي هينهار القلب وهيحصل هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير، وهيتسمع عليها ماشينري مرمر. خلي بالكوا السيرسويد انيريزم من الحاجات اللي ممكن يكون لها انتراكرينيال اكستنشن، السيرسويد انيريزم من الحاجات اللي ممكن يكون لها انتراكرينيال اكستنشن. شايفين لما بيعملوا سي تي انجيوجرافي وال3 دي ايدنتيفيكيشن، انا عايزكم تشوفوا المنظر ده يا اولاد، فما بيعملوا سي تي انجيوجرافي دلوقتي وال3 دي ايدنتيفيكيشن، شايفين المنظر راسم السيرسويد انيريزم طرحة عليه كأنها طرحة بس كثيفة في ناحية أكتر من التانية، هي مين دي arterial malformation يعني الأرتري هو اللي dilated وترش، بس في arterial venous fistula، فبالتالي بيعمل high cardiac output فيعمل water hammer pulse وtachycardia وماشينري مرمر arterial، لو حطيت إيدك عليها تلاقيها بتور يعني، لو حطيت إيدك كده على الفيستلا دي ولاد بتور ماشينري مرمر بتور ارتري فينوس فيستا، فاهمين يا ولاد؟ طبعا هنعمل سي تي انجيوجرافي وساعات بيكون لها انتراكرينيال اكستنشن، ساعات بيكون لها انتراكرينيال اكستنشن، بنشيلها سيرجيكال، طبعا عملها بلادي سيرجي، العمليه ولاد بلادي سيرجي، فبينيموا العيان سيمي سيتنج،
عشان يحسنوا الفينس ارتني، يقللوا الفينس بلاد، ويقولوا بتاع البنج وطينا ضغطه هايبوتنسيف انستيزيا. وبعدين بنبعت العيان قبل العمليه بيوم يعمل انجيوجرافي، ونقفل الفيدنج فيسل بامبولاي امبولاي امبولايزيشن امبولايزيشن امبولايزيشن. مالفورميشن، هي مالفورميشن هي بطلة، لانها نون انفيديوتنج، يعني هي مش بتكبر، ملهاش بروليفراتيف فيز وانفيديوتنج فيز، هي ثابته، هو مولود كده فهي ثابته، عشان كده دي مالفورميشن. الحاجه الوحيده اللي هيمانجيوما هبه الاستروبري هيمانجيوما، الحاجه الوحيده اللي هيمانجيوما الاستروبري، الباقي كله مالفورميشن. الحاجه الوحيده اللي هيمانجيوما الاستروبري 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 استروبري، بس الباقي كله مالفورميشن، الباقي كله مالفورميشن. اوكي، اول ما بنفتح اولاد بنفتح الاكسترنال كاروتيد ارتري، بنحط عليه بولدوج، بولدوج اللي هو يشد الكلب عشان خاطر نقفله فنقلل البليدنج. شوفوا، بنحاول نقلل البليدنج بان انا اعمل بري اوبراتيف امبولايزيشن، وان انا اول حاجه افتحها يا لهوي بالي يا لهوي يا والله العظيم اقسم بالله العظيم انه كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا الاستروبري، كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا الاستروبري، لان ما لهمش بروليفراتيف فيز، ما لهمش بروليفراتيف فيز يا شباب، ما لهمش بروليفراتيف فيز، والله العظيم كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا الفراوله. الفراوله الفراوله اعمل ايه؟ ارقص في ايه يا اولاد؟ كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا الفراوله، كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا، والله يا زياد والله ومليك عليا حلفان، كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا الفراوله. شوف يا ادم، ما الطلبه شقطوك لبعض، يعني واحده تسال فانا اقول لها كلهم فاسكولار مالفورميشن ما عدا الاستروبري، تقوم صاحبتها رد قال لها طب بالنسبه للسالمون باتش، طب ما هي واحده غير الاستروبري. وبعدين تلاقي الطالب بيقول لك طب بالنسبه للفينس مالفورميشن دي تعتبر هيمانجيوما ولا؟ انا غنيت لكم اغنيه الفراوله، والله العظيم انا اول مره اغنيها، يعني ما برضه لعبت، يعني هم كلهم كانوا بيقولوا عليهم هيمانجيوما، كلهم كانوا بيقولوا عليهم هيمانجيوما، يعني السيرسويد انيوريزم دي كان بيقولوا عليها هيمانجيوما، والفينس مالفورميشن كان بيقولوا عليها كافرنس هيمانجيوما، والبورت واين ستين كانوا بيقولوا عليها كابيلاري هيمانجيوما، كانوا كلهم اسمهم هيمانجيوما. يا اولاد انتوا زمان لما خدتوا في الباثولوجي، بتوع الباثولوجي ما بيدرسوش حاجه جديده، بتوع الباثولوجي ما بيدرسوش حاجه جديده، بتوع الباثولوجي بيدرسوا الكلام القديم، فيقعد يقول لك بقى كابيلاري هيمانجيوما وكافيرنس هيمانجيوما وليمفانجيوما، يعني فاهمين لا؟ فهم كلهم هم بيدرسوا الكلام القديم، وبصراحه ربنا انا بحب الكلام القديم. اشمعنى؟ هو اللي انا اتعلمته يا اولاد، هو اللي ديبلي سيتد لعلمكم، اللي انت بتتعلمه دلوقتي هو احلى حاجه في الدنيا، وهو اللي ثابت عندك. عشان كده بحاول بقدر المستطاع، مثلا كل ما اجي اقول كافيرنس مانجيوما او مسحبها اقول لك فينس مالفورميشن، مثلا بورت واينستين دي اقول لك كابيلاري مالفورميشن، كابيلاري مالفورميشن، بحاول اسحب كلمه مانجيوما، لان عارف ان هي دي التقسيمه الجديده، وان انت اما تكبر هي دي اللي هتبقى ديبلي سيتد جواك. لو غيروا التقسيمه تاني هتلاقي نفسك متضايق، بيغيروا التقسيمة ليه؟ فاهمين؟ الوحيدة اللي هيمانجيوما الاستروبري هيمانجيوما. اوكي، نكمل العملية دي بلادي سيرجري، عشان كده بحاول اقلل البليدنج. اول اقلل البليدنج ازاي؟ ان انا انيم ان انا اعمل بري اوبراتيف امبولايزيشن، وانيم العيان سيمي سيتنج، واول حاجة افتحها الاكسترنال كاروتيد ارتري، وبعدين احط عليه بولدوج، وبعدين هايبوتنسيف انستيزي، نخلي بتاع البنج يوطي ضغط العيان، وبعدين اشيل. ولعلمكم ما بتعرفش نشيلها كلها، العمليان مثلا ممكن يفقد منك في العمليات 3 لتر دم مثلا، فهيموت. ده ماسف هيمورج، فاهمين يا راجل؟ تعرفين يعني ماسف هيمورج ولا لا؟ تعرفين يعني ماسف هيمورج؟ ماسف هيمورج يا اولاد يعني واحد فقد 50% من دمه في 3 ساعات، وده اسمه ماسف هيمورج. او فقد دمه كله في 24 ساعة. او فقد اكتر من 150 ام ال في الدقيقه، وده تعريف ماسيف هيمورج، ان واحد فقد 50% من دمه في خلال 3 ساعات. لا يا عم هبقى كونفيوزد ازاي؟ ده كولابسايل
كولابسايل وسريلينج، وده فيرم انكونسيستنسي يا هندي. النيرف فيرم انكونسيستنسي وبيدي تينجلينج ونمبنس، انما السيرسويد انيريزم دي بلاد فيسل ثريلينج وكولابسايل، ثريلينج وكولابسايل، وبيعمل ووتر هامر بالز، وبيعمل ووتر هامر بالز، وبيعمل هاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير، ومعهوش كافيو اللي باتشز. الحقيقه ان الفرق بين السيرسويد انيريزم وبين البليكسي فورم نيوروفايبروما زي الفرق بين مكوك الفضاء شالنجر وقرص الطعميه. الاولاد اللي سالني السؤال ده اندرو، هو اللي سالني ايه الفرق بين البليكسي فورم نيوروفايبروما وال السيرسويد انيوريزم، وانا فضحته اهو يا اولاد، وانا فضحته فاهمين. ده بلاد فيسل والتاني نيرف، فالفرق بينهم زي الفرق بين البلاد فيسل والنيرف يعني في شويه سندرومات كده، يعني مثلا كذا بخمرت سندروم، العيان عنده ثرومبوسايتوبينيا شايفين بليدنج تندنسي عمل في الواد ايه، ادي كذا بخمرت سندروم مثلا، فاسكولار تيومر بينتراب البليتلت، يعني فاسكولار تيومر بينتراب البليتلت ويكسرها فيعمل للعيل بليدنج تندنسي، وممكن الامور تنتهي بدي اي سي. تعرفين بليتلت لما بتتكسر بتاكتيفيت الكلوتنج فاكتورز، يعني بليتلت لما بتتكسر كده بتبدا الاكتيفيشن للثرومبين للبروثرومبين للثرومبين وبتاكتيفيت الكلوتنج فاكتورز، ففي الاخر ممكن الواحد يجي له دي اي سي. لا شيرين، العيان ده شيرين هيفضل مش مز طول عمره، طول عمره مش مز يا شيرين، لان احنا حتى ما بنعرفش نشيلها كلها، شعب بينزف مننا جامد او في العمليات، فلما بنخش نشيل في الاخر برضو بيفضل مش مز مش امور، ممكن يطلع له شعر ونضف له شعره ممكن، بس بيجي له هارت فيلير ويموت يا شيرين، بيجي له هارت فيلير ويموت. المشكله مش كزماتك، مشكله صداع ونقحه طول اليوم وبيموت، يعني مشاكل كتير. فده كذا بخمرت سندروم، ده كليبل ترونينيه، يعني العيانة دي عندها بورت واينستين وكونجينيتال ارتريو فينوس فيستلا ولوكال جايجانتزم، وطبعا الكونجينيتال ارتريو فينوس فيستلا سبب من اسباب السكندري فاريكوز فين، ده المناسبه اللي خدناها، يعني احنا خدناها في درس الفاريكوز فين وخدناها في درس الارتري طبعا لانها برضو ارتريو فينوس فيستلا يعني، وبيبقى معاها بورت واينستين، فهو ده كليبل ترونينيه سندروم، يعني ده كذا بخمرت انترابمنت للبليتلت وبليدنج وممكن عاني يخش في دي اي سي، وده كليبل ترونينيه سندروم، وده ستيرج فيبر. الستيرج فيبر ده بيبقى بورت واينستين ومعاه انتراكرينيال اكستنشن، فيقولوا عليها ليبتو مينينجيال ارتيريو فينوس مالفورميشن، ليبتو مينينجيال ارتيريو فينوس مالفورميشن. على فكره ليبتو دي يا اولاد كلمه مشهوره في البطنه، ليبتو دي كلمه مشهوره في يعني ايه ليبتو يا اولاد في البطنه، يعني ايه ليبتو؟ قالوا لكم يعني ايه ليبتو؟ لا مش الشاي، مش شاي يا مجر، مش شاي، مش شاي، الواد مروان هو اللي ممكن يكون انت عيال متشرده، انت عيال متشرده، انا هدور يعني ايه ليبتو، بس هي حاجه مشهوره في البطن. يعني المشكله انا مش عارف استمتع وانا بعمل السلايدز، يعني احنا في الجراحه نعرف ان هي ليها انترا كرينيا اكستنشن وخلاص، لكن هم يقولوا عليها ليبتو مينينجيال مالفورميشن. ليبتو دي كلمه مشهوره في البطن، وانا في سنه سته عدت عليا وهي مشهوره في البطن. فالعام بيبقى عنده ليبتو مينينجيال مالفورميشن وارتيريو فينوس فيستلا في الاكستريميتيز، وجودها في انتراكرينيال اكستنشن هي ده ستيرج فيبر، يعني البورت واينستين لو ليها انتراكرينيال اكستنشن هي دي ستيرج فيبر. السيستس كفايه كده يا اولاد النهارده. بكره ممكن ما اعرفش بقى زياد، بس ايه لو انتوا حد فيكم كشف عليها يقول لي، انا هكشف عليها لو افتكرت، يعني انا لو افتكرت هكشف عليها. ممكن يكون التصاق ليبتومينينجيال، ممكن تكون التصاق البيا مع الاراكيدايد،
يعني ليبتو دي ممكن تكون التصاق فعلا يا هبة، يعني التصاق البيع مع الاراكينويد. فايه انتوا بقى عفاريت يخرب بيت سنين، كنتوا على النت فظاع. فانتوا لو حد فيكم عرف ليها اسالوا الدكتور الهواري. ايه ما تسالوا الدكتور الهواري، ما مقضي حياته في البطنه، ما يشوف في ليبتو يعني ايه. يعني احتمال هي التصاق البيه بالاراكينويد، فالمينينجيز بترفع فيبقى اسمها ليبتو. فاهمينها؟ لا يعني يا لهو بيزعق. امال الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي دي انا اقوم اعمل ايه؟ امد ايدي على التلفزيون؟ يعني لو هو بيزعق اما حد يسال كده امال انا اعمل ايه؟ اقوم امد ايدي على التلفزيون يعني ولا اعمل ايه؟ انا صدري الحليل. بكره اولاد مثلا ممكن ناخد حصه كده الساعه ايه 12 برضو، ناخد فيها السيست وناخد، وممكن بعد ما اديكوا بقيه السويلنج اديكوا برضو بقيه الانكولوجي، يعني بقيه التروماتولوجي، يعني اشرح لكم بقيه التروماتولوجي، بقيه الشوك والبلاد ترانسفيوجن. فاضل لنا بقيه الشوك والبلاد ترانسفيوجن، فاشرح لكم بقيه التروماتولوجي واشرح لكم السيستس بقيه السويلنج بكره. ومريم باباها جاي من السفر ما تحضرش، وتسمع الإعادة ما تحضرش وتسمع الإعادة. في حاجة أولاد كده أعلمها لكم من وانتوا صغارين، kids more important than work، البيت أهم من الشغل. kids more important than work، البيت أهم من الشغل. فاهمين يا أولاد؟ بكرة الساعة 12 إن شاء الله. اوكي family first طبعا طبعا. ولو في نساء يوسف الساعة 12، يعني أنا بعدت عن مواعيد بالليل عشان في نساء، وقعدوا يقولوا لي عبد العليم بيشتغل الساعة 6، وسكري قال لي إن هو وقال لي إن هو عايز يشتغل الساعة 8 بالليل، هيشتغل الساعة 8 بالليل، وعليم هيشتغل الساعة 6، وبالتالي أنا بعدت عن مواعيد بالليل. بس أنا بكرة أنا استأذنت السكري، هديكوا الصبح وبالليل. بكرة ده الأربع صح؟ بكرة هديكوا الصبح الحصة اللي أكمل فيها بقية التروما والسويلنج، وبالليل ممكن أديكوا حاجة تاني هشوف هي إيه، يعني هشوف هي إيه وأديها لكم. فاهمين الأد؟ فبكرة هيبقى في حصتين. بتقلقي شو ما أنا مقسم، هبعت لكم الجدول، يعني القصر العيني حل الأسئلة قسمناها على 5 أيام، وهبعت لكم الجدول في أسئلة القصر العيني وأسئلة عين شمس. بكرة هعمل حصتين، حصة الساعة 12 وحصة الساعة 8 بالليل، حصة الساعة 12 وحصة الساعة 8 بالليل. هقول لكم بقى إيه يعني بتاعة 12 أنا عارف أنا هعمل فيها إيه، بتاعة 8 بالليل دي هشوف بقى إيه هنعمل فيها إيه. يا مسهل يا هنشوف. أبا أولاد باي 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 باي. دكتور السكري مش هيديكوا بكرة، مش هيديكوا الساعة 8، أنا قايل هو بكرة مش هيديكوا الساعة 8. جود لك يا أولاد.